جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير، أهلا بيكم بتابعنا برا مصر وداخل مصر. بنرحب بحضراتكم حلقة جديدة في البيت الكبير. النهاردة إنجاز جديد، ليالي من ليالي الأهلي اللي بنعيشها دايما في انتصارات. الحقيقة النهاردة بنحيي سيدات الأهلي اليد تحديدا، وبنعيش يعني ليلة بقى كبيرة معهم بعد الفوز المهم اللي حققوه يمكن النهاردة. والحقيقة النهاردة قدروا ان هم يفوزوا على الزمالك 27-20، حققوا بطولة كاس مصر النهاردة عشان تستمر افراح الاهلاوية تاني في كل مكان وفي كل الألعاب مش بس في كرة القدم. وده طبعا كان حدث مهم كان لازم يحضره كابتن محمود الخطيب بنفسه رئيس النادي اللي بيدعم الحقيقة مش بس كرة القدم، وهي دي سياسة الأهلي الحقيقة اللي احنا تعودنا عليها. وعمرك تفتكر أبدا، عمرك ما تفتكر أنه هذا النجاح بيأتي بالصدفة. أنا عندي اعتقاد شخصي بيقول أنه ما فيش حاجة في الدنيا دي اسمها صدفة، وإن كنا اعتدنا هذا النجاح فده وبنستمر عليه دايما فده ما بيحصلش إلا من خلال سياسة محددة، تخطيط، إدارة، التزام. الأهلي بيقدر يوصل لرقم كبير النهاردة من حيث أعداد البطولات في مختلف المراحل ومختلف الألعاب النهاردة، سواء الجماعية أو الفردية. هنتكلم بالتفصيل عن كل ما يخص نادينا، بس برحب أكيد بهاني رمزي كابتن الكبير. مساء الخير عليك يا سام، برحب بيكي طبعا وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان وكل من يشاهد قناه النادي الاهلي. بنقول تاني مبروك، يعني دايما النادي الاهلي نادي البطولات، نادي الانتصارات، وزي ما قلنا بنبارك لسيدات كره اليد بالنادي الاهلي. النهارده الفوز بكاس مصر، البطوله اللي كانت غايبه السنه اللي فاتت، يعني كانت بطوله غايبه عن دولاب النادي الاهلي، لكن دولاب ما شاء الله مليان بالبطولات والانجازات. بيضاف هذا الانجاز النهارده بفوز مهم جدا، فوز سيدات النادي الاهلي ببطوله كاس مصر. الحقيقه يعني انا اللقطه اللي حضراتكم شايفينها ديت كانت عجباني جدا جدا جدا. طبعا تواجد الكابتن محمود الخطيب في هذه المباراه النهائيه، وحضراتكم شايفين صور وفرحه حتى بنات النادي الاهلي بوجود الكابتن محمود الخطيب. انا تابعت المباراه وحتى كانوا بيندهوا على كابتن محمود الخطيب يمكن بعد نهايه المباراه، تعالى يا بيبو. طبعا الكابتن محمود الخطيب مش غريب عليه ده، مش غريب عليه انه يكون متواجد ما بين ولاده او بناته. كل البطولات الحمد لله الاهلي بيحقق فيها نجاحات كبير، موجود طبعا كابتن محمود الخطيب قيمه وقامه. لكن بقول لحضراتكم الصوره اللي كان كمان كابتن محمود الخطيب بنفسه راح وحيا فيها لاعبات نادي الزمالك، ده طبعا لقطه يعني تدل على قيمه، اولا قيمه النادي الاهلي. الصوره اللي حضراتكم شايفينها كابتن الخطيب راح بنفسه بيسلم على بنات نادي الزمالك بيقول لهم هارد لك، واحنا كمان بنقول لهم هارد لك، قدوا مباراه جيده على المستوى الفني. لكن اللقطه ديت هو ده الكابتن محمود الخطيب، هو ده النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي نادي المبادئ، نادي الاخلاق، نادي البطولات. فبنقول مبروك اولا لكيان النادي الاهلي بدخول بطوله جديده لدولاب النادي الاهلي. بنقول مبروك لبناتنا، بنات النادي الاهلي اللي عملوا موسم اكتر من رائع وفازوا بكاس مصر. بنقول كمان للكابتن محمود الخطيب مبروك يا كابتن محمود الخطيب. أكيد طبعًا. النهارده طبعا يا سهام يعني اللقطات اللي قدامنا دي زي ما بقول لك اللقطات مهمه جدا، مش بس كره القدم، اكيد كره القدم هي اللعبه الاولى ودايما الشعبيه الاولى هي كره القدم، لكن كمان اي بطوله واي حد بيجتهد وبيدخل بطوله للنادي الاهلي اكيد مجلس اداره النادي الاهلي بيكون متواجد، كابتن محمود الخطيب بيكون متواجد. فرحه ديت اللي شايفينها في الصور كمان، والصوره اللي قلت لك عليها دي صوره يعني بتدل على قيمه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. عجبني جدا انه الخطيب بيهنئ بنات الاهلي ويصافح كمان بنات الزمالك، حلوه جدا الروح الرياضيه دي، كان بقالنا كتير جدا يعني بقالها كتير غايبه عن المشهد. والله بصي عمرها ما غابت عن النادي الاهلي بصراحه، هي عمرها ما غابت عن النادي الاهلي، غابت يعني عن المشهد الرياضي. الرياضي طبعا، وده اللي احنا دايما هنا بنؤكد عليه باستمرار، احنا بنحترم وعلى مسافه واحده من جميع الفرق الحقيقه كابتن هاني، وده النهارده الصوره ديت يمكن اللي بتدل على كلامنا ده. صحيح. كابتن محمود الخطيب فرحان ببناته زي ما انت قلت، وده فوز مستحق. لاعبات اليد النهارده بيعزفوا
يعني عازفات بنات اليد النهارده في النادي الاهلي. كل التحيه وكل طبعا غايبه بقالها دي 33 ده رقم 33 في تاريخ كره اليد لسيدات النادي الاهلي، فالف الف مبروك وتستاهلوا، هم دول ابطال يعني. كل التوفيق طبعا لكل ابطالنا اللي بيمثلونا، بيمثلوا ويرفعوا شعار النادي الاهلي من بطولات وانجازات كبيره. النهارده ان شاء الله في حلقتنا هنتابع اكيد اخبار عودة فريقنا، عودة يعني حميدة من الكونغو بعد الفوز على بيتا كلوب بنتيجة كبيرة جدا، رحلة كانت يمكن طويلة شوية لكن كان فيها كواليس، هنتابع ده مع حضراتكم النهاردة. زي ما حضراتكم عارفين كمان ان الجهاز الفني منح اللعيبة 5 أيام راحة، اكيد يعني يستحقوا هذه الراحة بعد المجهود الرائع اللي بذلوه خلال الفترة اللي فاتت. النهاردة بعد يعني بعد الانترو ان شاء الله معانا في الفقرة الاولى ضيف، يعني ضيف عزيز يمكن بقاله كتير ما جاش هنا في البيت الكبير، لكن بيشرفنا تاني الناقد الرياضي المتميز الاستاذ جمال الزهيري. اكيد هنتكلم معاه عن تحليله في اداء مباراه النادي الاهلي امام بيتا كلوب، بمشوار النادي الاهلي، المجموعه او مجموعات الشامبيونز ليج الافريقي واهم الارقام اللي فيها. كمان هنتكلم عن رؤيته من خلال مناقشات النهارده كان في اجتماع في اتحاد الكوره برضه هناخد رايه فيها. في الفقره الحواريه الاخيره معانا اثنين من نجوم النادي الاهلي على المستوى الفني، كانوا في جيل الاساطير، معانا الكابتن الكبير فتحي نصير والكابتن الكبير ماهر همام، برضه هنتكلم ونفتح ملفات عديده منها، ملف او ما هو الحل الامثل للدوري الممتاز السنه دي واجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره بكل الانديه اللي كانت موجوده النهارده لايجاد حلول للموسم الشاق اللي بنمر بيه بالكره المصريه. كل ده وحاجات كتير طبعا ان شاء الله تكون حلقه ممتعه في البيت الكبير ان شاء الله باذن الله. عايزين بقى نتكلم شويه عن النادي الاهلي والحقيقه اللي عنده سياسه مهما اتغيرت الامور ما بتتغيرش في النادي الاهلي، وهي انه مش بيتعامل بالقطعه مع الجهاز الفني، يعني مش بيتعامل النهارده مثلا مع موسيماني زي البعض ما طلع في البرامج وبيتكلم النهارده او بيهاجم، خلينا نقول بيهاجم، بيطالب بامور مش موجوده في الاهلي، لانه الاهلي الحقيقه لما بياخد قرار فهو بياخد القرار ده عن قناعه وبيدعم القرار ده في جميع الاحوال، والجميع في الاهلي كان على يقين بامكانيات موسيماني، لم يلتفت لاي هجوم الحقيقه لانه التقييم في الاهلي زي ما قلنا مش بالقطعه، انت بتقيم مجمل اعمال زي ما بيقولوا في الفن كده، مش مجرد اداء بنتراجع في مباراه او لا قدر الله خسرنا يبقى نهد المعبد على اللي فيه، لان انت النهارده في الاهلي. فده طبعا كان لازم أكيد. نبدا بيه قبل أكيد. ما ندخل في اي تفاصيل. احنا طبعا بنحلل يمكن بعض المواقف اللي حصلت يمكن الفتره اللي فاتت اسهام من خلال الانتقادات الكبيره اللي كان بيواجهها النادي الاهلي، ومش نادي الاهلي خاصه على المستوى الفني موسيماني. لكن خلونا نتكلم بكل امانه، يعني التقييم دايما والنادي الاهلي دايما ما بيتعاملش بالقطعة وبيتعامل بشكل احترافي أكتر من رائع، ولما بيكون في أزمة فنية ودايما بفكركم بالموقف الصعب اللي بيمر مجلس إدارة النادي الأهلي في رحيل فايلر المفاجئ والملف الرائع اللي أداره النادي الأهلي بكل احترافية. هو ده النادي الأهلي، احنا ما بنتعاملش مع المدرب مباراة يخسر طب يبقى نبدأ نفكر طب هنجيب مين وبعدين مباراة يكسب لا يقعد، كل الكلام ده مش موجود في سياسة النادي الأهلي، مش من دلوقتي بس لكن من سنين طويلة. موسيماني بيأدي بشكل أكتر من رائع، موسيماني المباراة اللي فاتت أعتقد أنها زي ما بقول من أفضل المباريات على المستوى الفني بالنسبة لموسيماني والإدارة الفنية. موسيماني تاني بنقول على لغة الأرقام ولغة الإحصائيات اللي ما بتكذبش إن موسيماني بيقدم موسم كمدرب، لو عندك سي في وهنقول ويمكن سهام معاه الأرقام بتاعت موسيماني من غير ما تحط حتى الاسم، في مدرب مسك عدد مباريات كذا، فاز كذا، خسر كذا، عدد الأهداف اللي جت ليه عليه، فكل الأرقام دي ما بتكذبش. لكن عامة بنتكلم على سياسة النادي الأهلي اللي ما اتغيرتش خلال سنين طويلة جدا، ويمكن النادي الأهلي وحيدا منفردا في هذه الأمور، إن إحنا النادي الأهلي نتعامل باحترافية شديدة، كل الاحترام لكل المديرين الفنيين، كل واحد بيشوف شغله باختصاصية وكل واحد بيشوف ملف المسؤول عنه بشكل اختصاصي أكتر من رائع، وبالتالي موسيماني أنا في رأيي بيأدي لغاية دلوقتي أداء أكتر من رائع مع النادي الأهلي. بالأرقام موسيماني مدرب كبير
بالأرقام موسيماني قادر أنه يحقق المزيد من البطولات مع النادي الأهلي، هيعمل لنفسه تاريخ كبير. يعني أنا متهيألي هو عارف الأهلي وعارف قيمة الأهلي وتاريخه، وانتظر إن شاء الله المزيد من الإنجازات. موسيماني النهاردة زي ما أنتم شايفين في الجدول ده مع الأهلي لعب 30 مباراة زي ما احنا شايفين، 15 يمكن في الدوري، 4 في دوري الموسم اللي فات، 11 في الموسم ده، في 3 مباريات في كاس مصر، في 9 في دوري ابطال افريقيا، 3 في الموسم اللي فات و6 في اللي احنا بنعيشه النهارده في البطوله الحاليه، و3 مباريات في كاس العالم للانديه، وفاز ب 23 مباراه، اتعادل في 5، خسر مباراتين فقط، وبالنهارده بيحرز مع موسيماني 56 هدف زي ما احنا شايفين، ودخل مرماه 15 وخرج بشباكه النظيفه في 18 مباراه للان. بالتاكيد ارقام يعني بتدل، يعني ان دلت فبتدل على انه موسيماني بيسير النهارده بخطى ثابته، بيسير على الطريق الصحيح. ان شاء الله نحتفل بالدوري 43، كنت اقول تاني، نحتفل بالدوري 43 ونحتفل بالكاس ونحتفل بالعشرة يا أهلي، وزي السنة اللي فاتت إن شاء الله، نواصل مزيد من الانتصارات مع النادي. أكيد إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا، كلنا ثقة، وخاصة بعد الأجواء وبعد المباراة اللي فاتت. بعد المباراة اللي فاتت ليه؟ لأن المباراة اللي فاتت كانت مباراة مهمة جدا جدا على مستوى المشوار الأفريقي، على مستوى عودة الثقة، وبصراحة كمان موسيماني على بقى في المعسكر كمان قمة التركيز، كان موجود في المعسكر هناك في طبعا الكونغو في الأوتيل، اللعيبة مركزة جدا بدرجة كبيرة جدا. الأستاذ عمرو فاروق كان بيقوم بدور أكتر من رائع، واقف حتى بيستقبل اللعيبة هم نازلين. الروح دي لما أنا لو لعيب ونازل، ويعني أحد أعضاء مجالس الإدارة الوزير السابق طبعا الأستاذ عمرو فاروق بيستناني وبيحييني، دي هو ده النادي الأهلي، هي دي الروح أعتقد كمان اللي كانت يعني ليها مدلول اكتر من رائع، وافادت اللعيبه جدا خارج المستطيل الاخضر. التركيز الكبير، التفاؤل كمان في وجه حسين الشحات، كل ده كمان يعني ده كمان اكيد بيبارك لهم بعد المباراه. يعني اكيد بعد المباراه كانت هذه الاجواء فرد، يعني الحقيقه ده كمان قبل الماتش، يعني ده هو يعني كمان حتى يعني اخواتنا في الاعداد بيقولوا لنا ده كان قبل الماتش. يعني الروح كمان اللي بيديها السيد عمرو فاروق للعيبه، الثقه اللي موجوده. عايز اتكلم كمان على موسيماني والتركيز اللي جوه الملعب، الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقوم بدور اكتر من رائع. لو في الصوره عندنا سعد سمير اللي ما بيلعبش ومش متواجد، لكن روحه موجوده مع الفرقه. موسيماني اللي قريب جدا من اللعيبه، يعني كانت كمان الاجواء هناك يا سهام كل ديت بره المستطيل الاخضر، لكن ليها عامل مهم جدا جدا في الظهور الرائع اللي ظهر بيه النادي الاهلي في مباراه بيتا كلوب. اكيد، وكان واضح جدا من خلال بقى متابعتنا اليوميه مع طبعا كريم احمد، اللي انا بوجه له التحيه تاني برضو على يعني المجهود طبعاً اللي بذله في اجواء كانت اكتر من صعبه. انا اعيش في الحر، اعيش في الرطوبه، لا يعني الرطوبه بتمنع النفس، خاصه للرياضيين طبعا. فطبعا فالنهارده يعني النهارده يعني عايزين نحيي فرد في البعثه، نحيي كريم احمد طبعا اللي ادى اداء رائع الحقيقه، مجهود الحقيقه يعني يشكر عليه. ده اكتر 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 من رائع. كان مشوار حلو قوي، والحمد لله ربنا وفقنا فيه ان شاء الله. يعني الحمد لله. طب نروح لموضوع مهم، موضوع يعني النهارده موضوع مهم جدا، وحضراتكم زي ما كنتوا عارفين يمكن كان امبارح كان اعلن اتحاد الكره ان النهارده في اجتماع، واجتماع مهم جدا للانديه. الاجتماع ده بيخص ايه؟ بيخص ان اداره اللجنه الثلاثيه برئاسه الكابتن احمد مجاهد دعا الانديه عشان يشوفوا حل في ايه؟ في تواصل المباريات وضغط المباريات المتواصل، ده على جانب الدوري، مع الارتباطات كمان على المستوى الدولي. عندنا منتخب اولمبي عنده اولمبيات ان شاء الله هذا الصيف، عندنا منتخب ربنا يوفقه في المشوار الافريقي. فكل دوت كان في جلسه النهارده، كمان عارفين التلاحم المواسم السنه اللي فاتت بالموسم دوت، اصابات كتيره جدا بالنسبه للاعبين، فكان في اجتماع مهم جدا النهارده. الاجتماع دوت في اتحاد الكوره كان متواجد فيه معظم الانديه او اغلبيه 99 من الموجودين، يمكن غاب عضو اعتقد من الزمالك وبيراميدز، لكن النهارده كان اجتماع اعتقد مهم جدا. كان ايه الاجتماع ومناقشته كانت ايه؟ هو كان اقترح ثلاث بنود علشان هذا الدوري يقام بشكل او ما يمتدش لحد نوفمبر اللي جاي. كان في سهام رقم 1 بيقول ان احنا
اولا نلعب المباريات الدوليه بدون اللعيبه الاولمبيين اللعيبه الدوليه يعني المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول خاصه المنتخب الاولمبي، ان بطوله الدوري تشتغل تبدا متواصله بدون اللعيبه الدوليه، ان احنا نضغط المباريات بشكل كل 72 ساعه تبقى في مباراه، فهيكون في ضغط في المباريات، وكمان على مستوى كان في كمان مشكله على مستوى المساحات. فالنهارده كان اجتماع مهم جدا برضو انت معاكي بعد البيان اللي اصدره اتحاد الكوره، النهارده طبعا الانديه ونشوف تبعاته يعني زي ما انت قلت، يمكن النهارده الانديه يعني رفضت كلها ان هي تلعب بدون الدوليين اللي بيلعبوا في انديتهم، رفضت اللعب في اثناء طبعا فتره الالعاب الاولمبيه بدون لعيبه المنتخب الاولمبي. انا عايزه اقول لكم بس البيان، لانه البيان ده يمكن بيان اتحاد الكوره النهارده عنوانه استمرار الدوري المضغوط، يعني ده أفضل الحلول الممكنة، يمكن هو ده عنوانه في المجمل. النهاردة الأندية بتتحمل تكلفة المساحات، والنهاردة يمكن اللجنة الثلاثية بتقول أنه تحملها ده قانوني. النهاردة كابتن أحمد مجاد رئيس الاتحاد المصري كرة القدم أو اللجنة الثلاثية اللي بتدير الكرة النهاردة في اجتماعه كان ده مع مندوبي طبعا أندية القسم الممتاز، كنا بنتكلم امبارح أنه كل الأندية هتطرح رؤاها، فالنهاردة رؤية الاتحاد الأول أن تخفف ضغط المباريات على الأندية علشان تتفادى الامتداد الموسم الحالي إلى ما بعد سبتمبر اللي جاي، وحدد ده بموافقة الأندية. فعلى أن تلعب المباريات مباريات الدوري كل 72 ساعة، يعني كل 3 أيام، أي الموافقة على أداء أو الموافقة على أدائها بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترتي طبعا إعداده ومشاركته في الدورة الأولمبية زي ما احنا قلنا، بالإضافة إلى لعب الدورين الستاشر والثمانية لبطولة كاس مصر بدون اللعيبة الدولية. ده كان رأي اتحاد كرة القدم أو اللجنة الثلاثية. صحيح. هي ده طبعا ده كان تجنبا لعملية تانية هنرجع للموسم اللي فات اللي بدأ في نوفمبر، هو اتحاد الكورة عايز أو الأندية عايزة إن هذه المسابقة تخلص يوم 30 سبتمبر. قبل نوفمبر. طبعا السنة اللي فاتت مش عايزين تلاحم هذا المواسم، لان بيبقى في مشاكل اولا على مستوى تنظيم طبعا البطوله السنه الجايه، في لعيبه بعقودها بتنتهي وبالتالي ما ينفعش انك تكرر تجربه السنه اللي فاتت. فكان النهارده التصريحات كمان السيد احمد مجاهد كانت ان الخروج من الازمه ديت والحلول يعني كانت بتهدد شويه الموسم ان هو يستمر لنوفمبر اللي جاي، ولو استمر لنوفمبر اللي جاي في مشاكل كتيره جدا جدا هتحصل على سواء على مستوى تعاقد اللعيبه او على مستوى تلاحم المباريات وتلاحم المواسم، وده شيء صعب جدا. يعني كان في دوامه كده السنه اللي فاتت اكيد كلنا عارفينها، ومش عايزين يبقى على الموسم الثالث او الموسم الثالث على التوالي يبقى هذا المشهد. جميع الأندية أعتقد وافقت أن المباريات أولا كاس مصر دور الثمانية ودور الستاشر لازم تتلعب باللعيبة الدولية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين أن سيتوقف الدوري أو خلال مشاركات منتخبنا الأولمبي في أولمبياد إن شاء الله الصيف دوت كمان الدوري هيقف، يعني مفيش دوري هيبقى موجود أثناء الأولمبياد. كمان قرر الغاء كمان الحلول المقبوله شويه، ما كانتش يعني كان في ناس بتقول لك طيب يعني ممكن الدوري ده يتلغي او كل الامور ديت طبعا خارج المناقشات تماما. فخلينا نتكلم ان دلوقتي ان شاء الله الموسم سينتهي يوم 30 سبتمبر، ان المباريات كاس مصر دور ال 16 او دور الثمانيه لازم تتلعب باللعيبه الدوليه على طبعا للمنتخب الاولمبي، وكمان ان الدوري سيتوقف اثناء مشاركه المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو ان شاء الله في الصيف دوت. طيب ده موضوع مهم اخر طبعا تم طرحه في اجتماع النهارده، وهو الحقيقه موضوع يعني يمكن مستجد علينا كلنا وعلى الانديه، مين يتحمل مسحه اللعيبه؟ النهارده الانديه كانت تقريبا كلها يعني في الدوري بتطالب بانه يتحمل هذه التكلفه، هو الاتحاد هو اللي يتحمل تكلفه المساحات الطبيه، وده استنادا للي حدث الموسم اللي فات. الموسم اللي فات الاتحاد هو اللي تكفل بالاعباء الماليه للمساحات الطبيه لجميع الانديه. النهارده الاتحاد عمال بيقنع الانديه انه يكمل هو الموسم، وبان انت اللي تعمل المسحات ديت يعني عن طريقك انت بفلوسك انت،
ليه بقى؟ لأن بيقول لك إن ده غير قانوني إن أنا أتحمل هذه المساحات، وهو طبعا يعني عايز يسير في الاتجاه الاكثر يعني قانونيه بتمثل المديونيه الاكبر، اما فيما يتعلق بالمساحات الطبيه بتمثل طبعا الجزء الاصغر من مديونات الانديه، فيجب ان تتحملها الانديه تطبيقا للائحه اللي وضعت قبل ما يتسلم الاتحاد الحالي ده برئاسه سيد احمد مجاهد هذه المسؤوليه، عشان ما يتمش الاتهام بعد كده. هو قال كده يعني عشان ما تتهمونيش بعد كده ان انا ارتكبت مخالفه بالقانون من قبل لجان التفتيش اللي هتيجي تفتش عليا. بالتاكيد مثل هذه الاجتماعات مهمه جدا لصالح كره القدم المصريه، نتمنى ان يكون هو ده النهج الفتره اللي جايه، ان يكون في اجتماع علشان يحدد مصير الانديه علشان نتفادى او يعني ان اتحاد الكوره يطلع قرار ويرجع فيه تاني، وبعدين الانديه ترفض، بعدين الانديه توافق، مش عارفين، مش عايزين اللبس دوت. لا ان شاء الله مش هيكون في لبس، لان هتكرر ان شاء الله مش هتكرر، لان من المفروض ان كمان خلال الفتره اللي جايه في اتحاد كوره جديد يبقى في رابطه الانديه المحترفه، وده مهم جدا. يمكن اللي بنشوفه دوت هو المرتبط برابطه الانديه المحترفه، يعني لو في رابطه اعتقد كان الامور ديت هتاخد منهج مختلف شويه وقرارات مختلفه شويه. فبنحيي طبعا اللجنه الثلاثيه ان في لما بيكون في مشكله بتدعي الانديه وبتطرح تساؤلات والانديه بيكون ليها راي، وده دور ان شاء الله السنه الجايه هيقوم به رابطه الانديه المحترفه. قرارات كتيره جدا عشان حضراتكم كمان تعرفوا اكتر عن هذا الاجتماع، نروح نشوف النهارده طبعا اجتماع او يعني اتحاد الكوره ومقابلته لمعظم انديه الدوري الممتاز 99% كانوا موجودين، نشوف القرارات من خلال التقرير دوت ونرجع تاني مره في البيت الكبير. كل الانديه اتفقت ان الدوري هيستكمل، وهيستكمل هو كابتن احمد مجاهد رئيس الاتحاد لحد 30/9، دوري وكاس ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ما فيش يعني خلاف ان ما فيش حاجه اسمها الغى للدوري. ما طرحتش على الترابيزه؟ لا طبعا في طرحت، بس كل الانديه اتفقت ان الدوري يستكمل. طبعا في ناس قالت نلغي الدوري، لا نكمل الدوري، فكان القرار النهائي استكمال الدوري. الدولة وينتهي ان شاء الله في 30/9 باذن الله. ضغط المباريات والله تبع الكل بقى، ضغط المباريات دي على الكل، احنا بس بنناشد ان يبقى في تكافؤ فرص مش اكتر، يعني تكافؤ فرص في التوقيت، يعني عشان ما ينفعش العب ماتش النهارده وكمان 48 ساعه راحه وغير يقعد مثلا 3 ايام راحه، فدي ما فيش تكافؤ فرص، عشان الاستشفاء والكلام ده كله شغل المدير الفني يعني. فانا كلمنا كابتن احمد نجات على النقطه دي وقال ان شاء الله هيحاول يعملها، يعني هيبقى باين التبرعه كلها باينه قدامه في الجدول. لكن مع ضغط المباريات هيتم انتهاء الدوري في اخر شهر 9 باذن واحد احد ان شاء الله. دوري جديد ما اتكلمتوش عليه؟ لا لسه. ابرز ما جاء اليوم استكمال الدوري ثم انتهائه في 30/9، وده كان اهم شيء. ضغط المباريات بطريقه فظيعه جدا مع مراعاه الفرق اللي هيتاخد منها لعيبه في المنتخب المصري، ان يحرك لها مواعيد ماتشاتها شويه عشان خاطر تقدر تتواهب مع الدوري. المنتخب الاول ولا المنتخب الاولمبي؟ المنتخب الاول يا فندم. المنتخب الاولمبي؟ المنتخب الاولمبي ما اتكلمناش عنه في اي موضوع بقى يا فندم. ركز كلك على المنتخب الاول. المنتخب الاول. في انديه طلبت الغاء الدوري ولا ما فيش؟ في الانديه طلبت تطويل الدوري لحد 30/12. ليه؟ عشان خاطر بيطلع منها لعيبه كتير في منتخب مصر. في الماتشات الافريقيه. قبل بالرفض طبعا الكلام. يا فندم قبل بالرفض. يعني كده استقرته على 30/9 نهايه الدوري؟ ان شاء الله 30/9 نهايه الدوري تماما. الدوري مضغوط. ايوه. طيب الانديه المشاركه في افريقيا؟ هيراعى الموضوع دوت مع مراعاه ان هو هيلعب ماتش قبل الماتش بيومين وماتش بعد الماتش بيومين. حتى لو النادي هيسافر؟ حتى لو النادي هيسافر. هيبقى ضغط جامد قوي على الانديه كده. ضغط جدا جدا جدا، بس لازم ننهي الدوري في 30/9. طيب اتكلمتوا عن الدوري الجديد ولا ما اتكلمتوش عن الدوري الجديد؟ لا لا ما حصلش حاجه. طيب المساحات، قصه المساحات. هنشتغل بفكره الرابط اللي هي في حدود ال 200 300 جنيه، الرابط تيست بقى في حدود ال 200 300 جنيه على حساب الانديه. لكن البي سي ار لا. البي سي ار لا، الا لو طلع مشكله في الرابط هنضطر نلجا للبي سي ار. الحقيقه كان الهدف كله يمكن كان موضوع او اثنين، وانا اثرت موضوع. الموضوع الاولاني ان هو اصبح النهارده نتيجه الارتباطات الانديه بالبطوله الافريقيه وارتباطات الانديه المنتخب بالاجنده الدوليه والمباريات، كان طبعا واضح ان في تكدس في الجدول اللي بيتعمل، وهذا الجدول طبعا بيؤدي الى ارهاق
اللعيبه لمسنا من مسؤولي الاتحاد ان هم حاسين فعلا بان هذا الكلام موجود ويحمل اعباء وجهد كبير على اللاعبين، ولكن ما قدمناش كان غير خيارين. الخيار الاولاني ان يعني اني 30 تسعة تحت نفس الظروف مع بعض التحسينات، يا اما نرجع تاني لاخر 31/11 ودي هتسبب مشاكل في الالعاب الموسم اللي جايه لاننا في ارتباطات تانية. فاحنا تم الاتفاق على ان اتفقنا ان احنا ننهي في 31/9 هنتحمل، ولكن طلب من الاتحاد انه يدرس برضو بعض الحالات لبعض الانديه اذا لقى هناك فرصه ان ينقل لفلان، مش شرط يبقى مع فلان التاني يتنقل له، يتعمل هذا الكلام ونبقى كلنا عن قناعه ان لازم يبتدي يبقى فيه راحه لهذا الكلام. كل التوفيق للكرة المصرية الفترة اللي جاية، هيبقى في موسم صعب كمان لكل الأندية، كل 72 ساعة هيكون في مباراة، لكن كل ده في سبيل إن شاء الله نهاية الموسم 30 سبتمبر وبداية إن شاء الله موسم يكون أكثر انتظاما بإذن الله السنة اللي جاية. نروح لأخبارنا العالمية بمهم جدا جدا لعشاق برشلونة. أنتوا عارفين طبعا الأسابيع اللي فاتت أو فوز لابورتا برئاسة برشلونة كان كمان تفعيل هذا الانتخاب، وهذا الفوز كان متوقف على وجود 125 مليون يورو كضمان مالي. دي طبعا رابطة الأندية الأسبانية بتطلب دوت ضمان مالي لازم يكون متواجد في النادي عشان تفعيل هذا النجاح أو تولي لابورتا الرئاسة بشكل رسمي. لابورتا طبعا قدر بشكل سريع جدا أنه يوفر هذا المبلغ ويحطه في خزينة النادي علشان يكون ده ضمان مالي وإعلانه رسميا رئيسا لبرشلونة. ملفات كتيرة جدا جدا وتحديات كتيرة جدا للابورتا في الأسابيع اللي جاية، تمهيدا للموسم اللي جاي، ملف اقتصادي، ملف على تجديد العقد لميسي وقدوم لعيبة جديدة على مستوى هايل. يعني خلينا نشوف أكتر عن هذا يعني لابورتا والتحديات الجديدة وملفات الجديدة اللي هيقابلها السنة دي لتدعيم أو تقديم فريق برشلونة بشكل أفضل من هذا الموسم من خلال التقرير ده، ونرجع مع حضرتك. ليلة تاريخية عاشها خوان لابورتا الرئيس الجديد القديم لنادي برشلونة الإسباني بعد تنصيبه بشكل رسمي خلال حفل بملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني ليعلن بدء عهد جديد وبخطة إنقاذ عاجلة. لابورتا الذي حسم انتخابات رئاسة نادي برشلونة لصالحه مطلع شهر مارس الحالي وبنسبة بلغت 54.28% من أصوات أعضاء النادي الكتالوني، استطاع تقديم الضمان المالي لبدء مهمته كرئيس لبرشلونة والبالغ 125 مليون يورو وفقا للوائح رابطة الدوري الإسباني. توفير الضمان المالي تم في اللحظة الأخيرة حيث انتخب لابورتا يوم 7 مارس الحالي، وكان مطالبا بتقديم الضمان المالي الذي يعادل 15% من ميزانية النادي خلال 10 أيام فقط، وهو ما تم قبل ساعات قليلة لترسل رابطة الليغا موافقتها الرسمية على تنصيبه رئيسا لنادي برشلونة. 7 سنوات سابقة للابورتا في رئاسة برشلونة حقق خلالها أعظم الإنجازات بالتتويج بالسداسية التاريخية عام 2009 و6 بطولات أخرى بإجمالي 12 بطولة تحققت للفريق الكتالوني تحت رئاسته في الولاية الأولى. ورغم خسارته للانتخابات في 2015 لصالح بارتوميو، إلا أن الأمور انقلبت باستقالة مجلس بارتوميو وخضوعه لتحقيقات قضائية بشأن قضايا فساد مالي وسوء استغلال لموارد وأموال نادي برشلونة، ومن ثم كان الانتصار الساحق الذي حققه في انتخابات 2021. نال لابورتا دفعة معنوية قبل بداية رحلته بمؤازرة كاملة من أساطير ونجوم برشلونة وعلى رأسهم ميسي، وكذلك الجهاز الفني بقيادة أسطورة الفريق الكتالوني الهولندي رونالد كومان ليبدأ مهمة الإنقاذ العاجلة. بقاء ميسي وإعادة بناء فريق برشلونة للمنافسة على البطولات، فهل ينجح لابورتا في الولاية الثانية؟ طبعا
بيتكلموا بقى واحنا عمالين نقول هنا ونعيد ونقول كومان هيمشي ولاجل عيون ميسي. النهارده بيحرج ميسي الاحراج البريء زي ما بيقولوا، وقال له احنا كلنا ثقه فيك يا كومان. يعني على الله ما يكونش تغيير بس، يعني الله اعلم. يعني كل الملفات، لكن الملف الاكثر يعني الاكثر تعقيدا الملف الاقتصادي بالنسبه لبرشلونه، تجديد ميسي، قدوم لعيبه جديده، ملفات كتيره جدا حتى على مستوى الاداره الفنيه. هنشوف بقى لابورتا هيتعامل ازاي بعد تعيينه او خلاص رسميا تنصيبه بقى خلاص. رئيس رسمي. لا النهارده في كلمه التنصيب كان بيتكلم كده، ويمكن يعني ميسي كان ممكن يكون عنده استغراب شويه من الكلام اللي وجهه لابورتا لكومان. عموما هم اصحاب مفيش بينهم مشاكل ان شاء الله. خلينا نروح لمواجهه بكره، مواجهه بكره من العيار الثقيل زي ما بيقولوا برضه في بطوله الدوري الاوروبي، هتجمع ما بين ميلان الايطالي على ارضه في ملعب سان سيرو ضد مانشستر يونايتد الانجليزي. ومباراه زي ميلان ومانشستر يونايتد دي بتعتبر من كلاسيكيات كره القدم العالميه اكيد، والاكثر من كده ان ابراموفيتش النهارده جاهز علشان يواجه فريقه حبيبه مانشستر يونايتد، ودي مواجهه من نوع خاص الحقيقه كل جمهور الكره العالميه النهارده بيستناها. ابراموفيتش النهارده 39 سنه، كان غايب في اخر اربع مباريات له عن صفوف الميلان بسبب طبعا الاصابه، لكن النهارده بيرجع للتدريبات زي ما احنا شايفين، وحالته جيده جدا بحسب التقارير اللي اتكلمت صحيح النهارده عن حالته الصحيه. مباراه قويه جدا بكره، مباراه من العيار الثقيل، وزي ما قلنا دايما المباريات يعني الميلان والمان يونايتد مباراه كانت يمكن حضراتكم تفتكروا نتيجه المباراه الاولى كانت 1-1 يا سهام، لكن كمان طبعا الميلان في المركز الثاني بعد الانتر. كمان بنتكلم على ابراهيموفيتش، ابراهيموفيتش طبعا بيقدم موسم اكتر من رائع، ويمكن كانت المفاجاه كمان بعد اعتزاله الدولي من خمس سنين مضت تم استدعائه كمان للمنتخب السويد، ودي كانت يعني مفاجاه كبيره هو كان سعيد بيها جدا جدا طبعا، لخوض تصفيات كاس العالم مع منتخب السويد في الاجنده الدوليه القادمه. ابراهيموفيتش يعني كمان يعني بيقدم مستوى اكتر من رائع كمان على مستوى التهديف، احنا عارفين كمان بيهدف بشكل اكتر من رائع. المان يونايتد كمان ماشي بشكل كويس جدا كمان بعد يعني عوده لخط هجومه ومشاركه الثنائي بول بوجبا طبعا والمخضرم كافاني. كافاني طبعا من اللعيبه المميزه جدا بتأدي اداء اكتر من رائع، رجعوا تاني من الاصابه بوجبا وكافاني، هيكون متواجدين بكره. كمان فان دي بيك ديفيد دخية اللي كان يمكن متغيبين شويه هيسافروا بكره مع الفريق لمواجهه الميلان، مواجهه صعبه جدا زي ما قلت لحضراتكم. النتيجه كانت 1-1 في انجلترا، لكن على ملعب سان سيرو بيلعبوا الميلان، والميلان في بعض الغيابات للاصابات خاصه في وسط الملعب، لكن بيقدم موسم اكتر من رائع. اعتقد مباراه يعني جديره بالمشاهده بكره ان شاء الله. ان شاء الله. كمان في كلام كتير جدا جدا، يعني يمكن النهارده كلام عن التغييرات في نظام البطولات على مستوى العالم، زي ما سمعنا في الايام اللي فاتت عن فكره بعد ما اتى متسبي تحديدا للاتحاد الافريقي ان يكون في دوري السوبر الافريقي اللي هيكون من دورين وجوائزه هتكون ضخمه جدا. الفكره دي اتنقلت او موجوده اوريدي وأثارت جدل كبير جدا جدا على مستوى أوروبا. يمكن النهاردة المدرب الأسباني الشهير ديل بوسكي كان بيتكلم، أو ده طبعا ده من أساطير التدريب سواء على مستوى العالم سواء مع ريال مدريد أو مع منتخب أسبانيا، النهاردة كان بيتكلم وأعلن رفضه التام، رفضه القاطع لفكرة تنظيم دوري السوبر الأوروبي على غرار طبعا السوبر الافريقي. ديل بوسكي كمان كان بيتكلم عن انه النهارده انا عندي اولويه للمسابقات المحليه بنظامها المعروف، كمان بعد كده بتيجي بطوله زي بطوله اوروبا للانديه بشكلها الحالي سواء دوري بقى ابطال دوري الابطال او الدوري الاوروبي، فهيكون صعب جدا جدا يعني ينظموا اي بطوله صحيح جديده. صحيح، هي دايما تنظيم البطولات خاصه على مستوى الاوروبي الناس بتدور كمان على الفلوس، بتدور على سبونسر، بتدور على بطوله جديده رعاية.
بتدور على يعني دوت المنحنى الاقتصادي عندهم يمكن غالب شويه على التنظيم الرياضي، بيفكروا في الحته الماليه بشكل كبير، لكن على المستوى الفني دول بوسكي طبعا مدرب تاريخي مدرب عالمي بيقول من خلال خبرته انها احنا اهميه عندنا المسابقات المحليه، غير طبعا لسه عندهم الشامبيونز ليج، عندهم الدوري الاوروبي، غير البطولات الاوروبيه، وبالتالي السوبر الاوروبي هيبقى يعني هيبقى عبء على لعيبه وعبء على الانديه بشكل كبير جدا. بمناسبه الكلام النهارده كمان في يعني اقتراح كان غريب شويه، يعني انديه الدوري البلجيكي عايزه تعمل دمج مع الدوري الهولندي تحت مسمى يمكن يعني بيني ليج، ده مسمى حطوه كده لو تم دمج الدوري البلجيكي مع الدوري الهولندي. جات ازاي الموضوع؟ ان رابطه الدوري البلجيكي اعلنت النهارده ببيان رسمي ان في 25 نادي الكبار في بلجيكا يعني مهتمين او وافقوا على هذا المقترح. المقترح حسب ما تم الاعلان عنه هيكون دوري من 18 فريق، ازاي 18 فريق؟ 8 من انديه بلجيكا، طبعا 8 الكبار زي ما بيقولوا او اكبر انديه في بلجيكا مع 10 انديه هولنديه. السبب اللي اعلنه يعني ان دوت هيدي استقرار شويه، ولسه بتكلم حضراتكم على الفلوس والعوائد الماليه، بيتكلم كمان ان فرص الاقتصاديه اكتر للانديه البلجيكيه، الانديه البلجيكيه انت عارفين البادجت بتاعها يعني مقارنه بالتوب 5 بالنسبه للدوريات الاوروبيه صغير جدا، فهم عايزين يعظموا البطوله شويه، عايزين نواحي اقتصاديه تخش شويه، فبيعلنوا او بيقترحوا ان يكون في دوري موحد ما بين بلجيكا وهولندا. عارفين حضراتكم يعني بلجيكا وهولندا يعني قريبين جدا من بعض، عملية المسافات مش مشكلة، لكن أعتقد أن أندية هولندا يعني مش هتوافق، يعني هي طبعا لسه المقترح معروض، لكن تواجد دوري موحد ما بين بلجيكا وهولندا في صالح يمكن بلجيكا شويه او انديه أكثر. بلجيكا اكتر شويه على المستوى الاقتصادي، يعني كان في بيقولوا ان في انديه كبيره هتكون مشاركه، 4 من الانديه الكبيره هنا و4 من الانديه الكبيره هنا، يعني الموضوع المقترح نفسه من الاتحاد البلجيكي المصلحة العامة لبلجيكا، يمكن على مستوى الهولندي لسه ما فيش رد، لكن أعتقد الأمور هتبقى صعبة والأمور مش هتمشي بنفس الشكل اللي اقترحه الاتحاد البلجيكي. مقترح غريب الحقيقة، بيحاولوا يعني يعظموا من يمكن من أنديتهم شوية على المستوى الاقتصادي. يعني أنت زي ما أنت قلت هو النهاردة بلجيكا ممكن تكون يعني مؤيدة هذا الاقتراح، لكن على مستوى هولندا يمكن لسه ما أبدتش رأيها، يمكن في طريقها للرفض، لأنه طبعا انت يعني ما اعرفش، انا شايفه انت هتشارك 4 انديه كبار، اياكس، ايندهوفن، الانديه دي انديه كبيره طبعا بتشارك كده كده في البطولات الاوروبيه، لكن الدمج ده يعني هو اقتراح غريب فيه. اقتراح غريب شويه يعني. هنشوف بعد الفاصل، نستقبل الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير في البيت الكبير. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، الفقرة الحوارية الأولى مع ناقد رياضي متميز، يمكن وحشنا كتير جدا هنا في البيت الكبير ومفتقدينه لآرائه المتميزة، ودايما يعني بتكون فقرة مميزة معنا دلوقتي في البيت الكبير الأستاذ جمال الزهيري. استاذ جمال وحشنا. والله انا مبسوط قوي ان انا معاك يا كابتن. وحشنا والله. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الله يخليك، وانت وحشتني جدا، بس متابعك على الشاشه. ربنا يخليك. ربنا يخليك. عندنا ملفات كتيره جدا، خلينا نبدا ب ما شاء الله دولاب وبطولات النادي الاهلي يعني ممتلئ، والنهارده كان في بطوله اضيفت لهذا الدولاب العملاق بفوز طبعا سيدات النادي الاهلي في كره اليد بكاس مصر، اللي البطوله يمكن غايبه عنهم السنه اللي فاتت، لكن النهارده كان احتفاليه جميله جدا موجوده، وكان حاضر فيها الكابتن محمود الخطيب بشكل كبير جدا، وكان صوره جميله. شفت المباراه ازاي او شفت هذا؟ مش هقول انجاز لان متعودين على هذه البطولات، لكن بطوله جديده تضاف لطلاب النادي الاهلي. هو يعني انا شايف طبعا انه ده استمرار لحاله التفوق الرياضي اللي موجوده في النادي الاهلي، وخصوصا هذا الموسم ما شاء الله، يعني البطولات بتتوالى ودولاب البطولات زي ما بيقولوا بيزيد كل يوم ببطوله جديده، وفي كل اللعبات يعني أيه. يعني مش بس كرة القدم، لا كمان في كرة اليد، فده في حد ذاته أنا بقول إنه هو دليل على نجاح السياسة الرياضية اللي ماشية
في النادي الاهلي في ظل المجلس الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب. ويمكن احنا شايفينه هنا او اتفرجنا النهارده وهو حتى بيصافح لعيبه نادي الزمالك لاعبات نادي الزمالك صحيح. بعد تهنئه طبعا بطلات النادي الاهلي. وده بيدي برضو مثال للروح الرياضيه. هو ده النادي الاهلي لانه يعني في النهايه كلهم ابناء مصر صحيح. وكلهم رياضيين بيتنافسوا بروح رياضيه، والفوز في النهايه للفريق الافضل اثناء المباراه صحيح. او الفريق الافضل في البطوله. وده شيء رائع، وطبعا ان شاء الله منتظرين اكتر. كمان الرائع في الموضوع ان مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا شفنا السيد العمري فاروق كان رئيس بعثتنا هناك في الكونغو، النهارده تواجد الكابتن محمود الخطيب طبعا مع الاستاذ طارق قنديل. كمان الاستاذ طارق قنديل ما شاء الله يعني شعله في مجلس اداره النادي الاهلي، كان متواجد النهارده وبيسلم الميداليات بشكل مميز جدا. تواجد كمان الكابتن محمود الخطيب والاستاذ طارق قنديل بيدي اولا انطباع ان كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى وهي التورتايه النادي الاهلي بمعنى اصح، كريمة لكن يعني. كمان على مستوى اللعبات الجماعيه والفرديه تواجد اعضاء مجلس الاداره كمان برئاسه الكابتن محمود الخطيب بيكون ليها طعم مختلف. أصله اللاعب يعني دايما احنا بنقول غير ان هو بياخد بطولة، لما بيلاقي برضو اهتمام من مجلس ادارة النادي في كل البطولات صحيح. اعتقد ان ده في حد ذاته بيعمل يعني يعتبر برضو احد الكؤوس اللي بيحصل عليها اللاعبين، يعني احساسك انت انه في مجلس ادارتك رئيس النادي واعضاء مجلس الادارة متواجدين معاك في كل البطولات بصرف النظر عن انها كرة قدم او اي لعبة اخرى. لا ده شيء كويس جدا، انا بعتبره احد الحوافز المهمة جدا لاستمرار النادي الاهلي في البطولات. يعني هو النادي الاهلي بياخد بطولاته لانه اولا بيوزع الاختصاصات مظبوط، يعني تلاقي كل حد في مجلس الادارة مسؤول عن الإشراف أو متابعة لعبة معينة صحيح. عنده ملف معين بالظبط، عنده ملف معين وشغال عليه، ومحدش بيتدخل في الشؤون الفنية، وده صحيح. نقطة مهمة جدا. يمكن لما حصل الفترة الأخيرة كان في شوية ضغوط بسبب نتائج فريق كرة القدم، يعني تخيل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي اللي عامل الثلاثية واللي هو ممكن يبقى رباعية وخماسية لما تكتمل البطولات إن شاء الله ان شاء الله. تخيل رغم كده كان الهجوم شديد جدا على الجهاز الفني بقياده موسيماني في انه ازاي ان هو لسه البطوله شغاله، يعني الدوري احنا بنقول دوري المجموعات او دور المجموعات ده تجميع نقاط صحيح. لسه البطوله شغاله وفي ضغوط، فيمكن ده كله اتقطع شويه بعد الفوز الاخير. فانا اللي انا عايز اوصل منه هي نقطة إيه؟ إنه الأهلي لا يحاسب بالقطعة، الأهلي دائما صحيح بيقيم التجربة بشكل كامل، وبناء على هذا التقييم بياخد قرارات. يعني احنا شفنا مثلا اليومين اللي فاتوا أيضا اجتماع كابتن محمود الخطيب مع لجنة الكورة، مدير قطاعات الكورة، مدير الناشئين، رئيس قطاع الناشئين، البراعم، الأكاديميات، كان أيضا هو اجتماع لوضع سياسات معينة بعد ما، وكان حاضر طبعا الاجتماع كابتن محسن صالح باعتباره هو رئيس اللجنة الفنية أو لجنة التخطيط. أنت لما بتحط هذه النقاط وبتحط هذه الأسس في العمل ما بتتدخلش بعد كده غير في نهاية فترة لتقييم، وده انا بعتقد ان هو الاسلوب الامثل في الاداره صحيح. يمكن الضغوطات كمان يمكن ده سياسه النادي الاهلي على مر العصور بالزبط. لكن لو جينا اتكلمنا عن العشر سنين الاخيره خاصه بعد ظهور السوشيال ميديا والضغوط السوشيال ميديا واثار يمكن بعضها ايجابيه وبعضها سلبيه، لكن عمر النادي الاهلي كمان ما بيخضع لهذه الضغوط. برافو عليك، ودي نقطه مهمه. يعني ممكن جدا مجلس الإدارة يتحمل هذه الضغوط صحيح، بيتحملها إلى أقصى مدى ولا يتدخل لمجرد
يعني كما نرى في بعض الأندية الأخرى أنه السوشيال ميديا بيخلي الإدارة تضطر إلى اتخاذ قرارات قد لا تكون مقتنعة بها أو قد لا تكون في صالح الفريق أو في صالح اللعبة. فده شيء مهم جدا، وهي دي الضريبة اللي بيدفعها مجلس إدارة النادي لما بيتحمل بالنيابة عن كل الفرق الرياضية يا كابتن هاني هذه الضغوط. بس هي الشطارة بقى ان انت تتحمل وتمتص هذه الضغوط وتوجهها في الاتجاه الصحيح. بس دي يعني نقدر نقول ان هي سياسة فعلا عامة في النادي الاهلي، يمكن زادت في الفترة الاخيرة عشان السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتحرك يعني دول، صحيح، فما بالك بالأندية. وبالتالي مدى قوتك وصمودك في مواجهة هذه الضغوط للصالح العام، خلي بالك، لأنه ممكن السوشيال ميديا يبقى هدفها مصلحة النادي. يعني أنا ما أقدرش أشكك في نوايا الناس اللي هم بيضغطوا من أجل التغيير، لكن أحيانا أنا كمتعامل مع السوشيال ميديا، يعني لو أنا راجل عادي جدا ومحب للنادي الأهلي، لو النتائج ساءت وأنا هاجمت للتغيير، هاجمت النادي للتغيير، بيبقى برضو نيتي كويسة أكيد، لكن مش دايما النوايا. وطبعا يعني التغيير دايما، وكلمة التغيير نفسها أو قرار التغيير أيوة، بيبقى ليه متطلبات وليه وقت معين، وقد لا يكون يا كابتن الناس اللي بتضغط بدافع الحب قد لا تكون تعلم كل التفاصيل. صحيح، يعني صحيح. يعني ولذلك أنا هنا عشان كده بأكد على نقطة إيه، إنه الإدارة السليمة المفروض إن هي بتستوعب، بتستجيب للرأي العام وبتستجيب للسوشيال ميديا، بس بعد ما تفرز الكلام ده، يعني مش مجرد استجابة فورية. صحيح. لإرضاء الرأي العام، لأنه أنت لو هترضي الرأي العام ممكن أي نتيجة مباراة بعديها تغير. صحيح، ممكن تغير كل ثلاث أربع مباريات، كل تغير كل ماتش اتنين هتغير مدرب. لكن لو أنت أخدتها وعملت فرز كويس لهذا النقد أو هذا الهجوم، وبعديها مباشرة بتبتدي تاخد قراراتك، لا مانع أبدا، بس بعقلانية أكتر. يعني بعقلانية أكتر. ويمكن يعني عشان نقف الملف ده، أكبر دليل وكنت دايما بتكلم على المرحلة الانتقالية ما بين بايلر وموسيماني، وإن القرار اتاخد كان فيه ضغوط كبيرة جدا جدا بعد إعلان يمكن بايلر عن رحيله، ضغوط كبيرة على مجلس إدارة النادي الأهلي، لكن القرار كمان كان سريع جدا وإن تايم، وكان قرار مناسب واختيار سليم، واختيار سليم باختيار موسيماني. فدي بنتكلم على إدارة النادي الأهلي، بنتكلم على والقرار بيتاخد بشكل احترافي. يعني لما مجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب أخذوا القرار، محدش حس أولا إن في أزمة. يعني محدش حس إن فايلر ماشي. صحيح، خلاص هو الراجل خد قراره، بس في أثناء ما هو بيبقى فيه كلام معاه لمحاولة إقناعه والكلام ده كله، وده اللي يمكن ما كانش يعرفوا الرأي العام. الرأي العام ما يعرفش ما يدور في الغرف المغلقة. كان النادي الأهلي في ذلك الوقت بيتفاوض مع شخص أو مدرب من وجهة نظر الإدارة في هذا التوقيت، وأعتقد أن وجهة النظر دي ثبت صحتها، يعني من وجهة نظر الإدارة أن هذا الشخص هو الأنسب في هذه المرحلة. صحيح. يعني ليس تعصباً لموسيماني، وليس مجاملة لي، وليس مجاملة لمجلس الإدارة. هي القصة كلها أنه هو مجلس الإدارة وكابتن الخطيب حسموا هذا الملف بالشكل الأنسب في التوقيت. أنت محتاج واحد يكون عنده فكرة كويسة قوي عن البطولات اللي الأهلي بيشارك فيها وعنده خبرات، فأعتقد أنه كان الاختيار مناسب جدا جدا. ولذلك الرأي العام ايه؟ تقبل. يمكن في البداية كان في مش صدمة، مفاجأة، يعني ازاي انه النادي الاهلي هيجيب مدرب افريقي؟ ما هو ده كان تفكير خارج الصندوق يا كابتن هاني، ده كان خارج الصندوق، وكان فيه تبعيات كتيرة جدا. هفتح مع حضرتك كمان ملف الكورة، والحمد لله النجاحات
يمكن خاصة مباراة فيتا كلوب الأخيرة، لكن الحمد لله يعني خلينا نتكلم كمان على الإنجازات على مستوى اللعبات الجماعية والفردية. شفنا طبعا كرة اليد للرجال والسيدات، والنهاردة كمان بنشوف كمان بطولة جديدة لسيدات كرة اليد وفوزها بكأس مصر. تمام. معانا تقرير بيبين قد إيه كمان، وعما نشوف التقرير قد إيه فرحة البنات بهذا الفوز، وفي لحظات التتويج ولحظات استلام الكاس كانت لحظات أكتر من رائعة، كمان بتدل على قيمة هذه البطولة وقيمة اللاعبات أو اللاعبين اللي بأي لعيب فيهم أو أي لعيبة بيحقق شيء بيكون بفرحة وحب في النادي الأهلي. مبروك مرة تانية، صورة رائعة يعني، فرحة جميلة جدا، ويعني بنقول بطولة جديدة تضاف لبطولات النادي الأهلي، لكن فرحة البنات كمان كانت لا باينة كمان، واضحة جدا باينة في تصرفاتهم، وبرضو إحساسهم بأن رئيس النادي كابتن خطيب موجود وأن هو بيهنيهم بنفسه. وعجبتني كمان قوي لقطة وهو بيسلم على لاعبات الزمالك. أنا بعتقد أن هي رسالة برضو حلوة لكل الرياضيين، إحنا في النهاية دي مباريات رياضية، مفيش فرق بقى بين النادي ده وبين النادي ده، للناس اللي هم هواة التعصب يعني، لكن بنبارك لبنات الأهلي على هذا الفوز المهم جدا، وهذا الفوز بيضع برضو عليهم في المستقبل مسؤولية كبيرة جدا. صحيح. ان هم يحافظوا على ده ويحاولوا يحققوا اكتر يعني. صحيح. طيب نروح مع حضرتك لكان اجتماع النهاردة، اعتقد اجتماع مهم جدا في اتحاد الكورة، باجتماع معظم الاندية اللي كان متواجد، اول المتواجدين بصراحة كان موجود استاذ طارق انديل كعضو مجلس ادارة النادي الاهلي مندوبا عن النادي الاهلي. كواليس الاجتماع ده ازاي، وحتى القرارات اللي طلعت انت حضرتك شايفها ازاي وبتقدرها، هل ده في مصلحة الكرة المصرية في الوقت الحالي، او كان في بعض النقاط اللي حضرتك يعني شايفها انها كانت ممكن موضوع الضغوط ده يتحل بشكل او باخر يعني؟ بص، هو اولا طبعا يعني كان اختيار الاستاذ طارق انديل من جانب مجلس الادارة والكابتن محمود الخطيب، تم تكليفه بانه يحضر هذا الاجتماع نظرا برضو لنجاحات طارق انديل في حضور مثل هذه الاجتماعات. صحيح. صحيح. هو بيمثل النادي الاهلي وبيمثل اكبر الانديه المصريه، وبالتالي الحضور يحتاج الى يعني اي حد من مجلس اداره النادي الاهلي هيكون على مستوى ان هو يمثل النادي الاهلي، ويمكن قبل كده برضو حضر الاستاذ خالد مرتجي، و يعني اقصد انه عندك الكوادر، في كوادر طبعا، في كوادر اداريه طبعاً. وتستطيع انها تحضر مثل خلينا نحلل كده سريعا النقاط او النتائج لهذا الاجتماع. نمره واحد ان الدوري هيخلص يوم 30 سبتمبر ان شاء الله، دي نمره واحد. نمره اتنين ان ضغط المباريات كل 72 ساعه هيكون في مباراه، ده بيضغط المباريات. الحاجه الثالثه ان تمسكت الانديه بعدم اللعب في بطوله كاس مصر دور الثمانيه ودور ال 16 بدون اللعيبه الدوليه بالنسبه للمنتخب الاولمبي او حتى المنتخب الاول، والجزء الاخر ان في خلال مشاركه المنتخب الاولمبي في اولمبياد ان شاء الله طوكيو هيكون في بعض التاجيلات للانديه اللي عندها عناصر متواجده مع المنتخب الاولمبي. شفت التحليل اربع نقاط دول ازاي؟ شوف، انا اول حاجه في الموضوع تلفت النظر انه الاجتماع اللي دعا اليه اتحاد الكوره او اللجنه الثلاثيه برئاسة كابتن أحمد مجاهد، شيء جميل أنه الاتحاد يناقش مشاكل اللي بيواجهها مع الأندية، يعني ده اللي احنا بنتمناه حتى مستقبلا لما يبقى فيه رابطة دوري المحترفين. أنا بقول أن هي بروفة كويسة للتعامل مع الأندية، ما هو أنت النهاردة مش هتاخد قرارات تتطبق على ناس هم اساسا الاطراف. صحيح. يعني ما هو يعني انت النهارده هتاخد اي قرار، افرض الاغلبيه اتخذت قرار معين يناقش، انما انا مع النتيجه اللي وصل اليها المجتمعون بانه الدوري يستمر، ده مفيش ده كلام، ده مفيش نقاش. لانه مساله بعض الانديه يعني قالت لا مساله الغاء دي مساله من اخطر ما يكون، لانه انت لو لغيت الدوري يبقى انت بتهد الكره المصريه. صحيح. ولنا تجارب سابقه طبعا، المواسم اللي الغي فيها الدوري
انت بتعاني واخد بالك؟ دلوقتي عندك سبونسر وعندك فلوس بالزبط. وعندك يعني هتخسر في جميع النواحي طبعًا. على راسها الناحيه الفنيه ثم الناحيه الماليه والشركه الراعيه والكلام ده كله. ولذلك انا بقول انه اهم قرار هو استمرار يعني القضاء على اشاعه او نغمه فكره ان الدوري ما يكملش. تمام. وحتى لو الدوري احنا بقالنا موسمين الدوري بيطول جدا، بس انا بشوف ان هي ظروف خارج اراده اي حد، واخرهم كانت الموسم اللي فات او اللي هي الكورونا. صحيح. ما حدش يقدر يعني يقف قدام في دول لغت اصلا. صحيح. فمعنى نجاح اتحاد الكره المصري والانديه المصريه في استمرار المسابقه ده في حد ذاته كان شيء كويس جدا. بالنسبه لانهائه تحديد موعد اللي هو 30 سبتمبر للنهايه، اعتقد او لانتهاء المسابقه اعتقد ان ده ميعاد مناسب، وذا حتى لو هيبقى في ضغط للمباريات. يمكن احنا برضو يا كابتن بنشوف سواء في الدوريات الاوروبيه او في البطولات القاريه الاوروبيه في شويه ضغط في المساله دي، ومع ذلك على التوب تيمز يعني اللي بيلعبوا البطولات الاوروبيه، لانه هو ده قدرهم ان الفرق اللي هي بتشترك على المستوى القاري والمستوى المحلي طبيعي ده ان هو بيلعب على البطولات، فلازم يبقى جاهز. صحيح. واعتقد انه اللجنه الثلاثيه برضو مع بدايه توليها المسؤوليه ادت مساحه في القيد، وكمان ادت عذر للانديه اللي هيبقى عندها اصابات كورونا قللوا العدد. يعني ما معناه انه اللجنه الثلاثيه بتقدر ظروف الانديه. صحيح. وهي النقطه دي الاساسيه اللي هي نقطه التعاون بين اللجنه اللي بتدير كره القدم وبين الانديه. يعني مش بتعمل حاجات تعجز الانديه، لا بالعكس، في نوع وده دورها الاساس انها بتحاول بقدر الامكان تنظيم البطوله بشكل بالزبط. جيد بالزبط. وكمان مساعده بعض الانديه. طب لو خدنا من مساعده بعض الانديه، كان طبعا كان في بعض الانديه بتشتكي او طلبوا ان هم موضوع المسح دوت انه ما بيتكلف كتير جدا، وبالتالي حاولوا بقدر الامكان ان هو اتحاد الكوره او اللجنه الثلاثيه تتحمل هذه المصاريف، ولكن لظروف ان على لسان الاستاذ احمد لجان التفتيش لجان التفتيش ان هو ما ينفعش ان انا اصرف فلوس على حاجه بالزبط. مش موجوده في اللائحه يعني. هي دي اللي يحسمها حاجه واحده بس، انه يبقى في اتفاق. دي الحاجه الوحيده اللي تخلي اللجنه الثلاثيه او اتحاد الكوره يتحمل تكاليف المساحات، انه تبقى وزاره الشباب والرياضه متداخله في هذا الامر، بما انه عوده الدوري كان اساسي فيها اللي هي المساحات. صحيح. اللي هي مراعاه الاجراءات الخاصه بكورونا بالظبط. فلو الوزاره نجحت في ده او عملت ده مع الانديه مع الاتحاد بحيث انها تعفي اتحاد الكوره من المسؤوليه القانونيه، لكن مزبوط. طالما انه هيبقى في مسؤوليه قانونيه على اتحاد الكوره اعتقد انه ما ينفعش بقى طالبه اكيد بالظبط يعني. وبعدين اللي احنا عرفناه ان الانديه مضت على هذا يعني عارفه من ايام اللجنه الخماسيه، عارفين انه التكاليف على اتحاد على الانديه، هو ادالهم كمان اختيارات، يا اما بي سي ار يا اما الرابيد تيست. يعني عند الانديه عندها اختيارات بالزبط. عندها بعض الاختيارات، يا اما يعمل انا بتصور لو الموضوع هيبقى فيه مشكله لبعض الانديه ممكن ان الوزاره ممكن تتحمل شويه عن طريق اعانات معينه عن طريق شيء لبعض الانديه اللي ممكن يكون عندها مشاكل ماديه. طيب قبل ما نخش على الملف الافريقي وفوز النادي الاهلي وشكل المجموعات ويعني توقعاتك كمان للمجموعات كلها، اخر حاجه بالنسبه لاتحاد الكوره ان الانديه رفضت انها تلعب بطوله كاس مصر والدوري في فترات تجمع المنتخب الاولمبي. حضرتك شايف ده ايجابي للكره المصريه، ولا انا من وجهه نظري ان المنتخب الاولمبي لما يلعب طبيعي ان الدوري يستكمل، وخاصه ان انت عندك عدد كبير من اللعيبه، المفروض كل نادي عنده قائمه كبيره، انك ما تعطلش المسابقه علشان المنتخب الاولمبي. هي دي بالتحديد انا معاك، ويمكن حضرتك مريت بيها. انا مريت بيها فعلا. لان لو جينا حتى على المستوى الدولي، الدوره الاولمبيه ليست من اجنده
اتحاد الكره الدولي الفيفا، هي مش من الاجنده بتاعته. صحيح. بالعكس، ده فيهم في بينهم ما صنع الحداد. انا عارف. بين الاتحاد الدولي فيفا واللجنه الاولمبيه الدوليه. لكن لو كان في وسيله للتنسيق، واخد بالك، بس انا بشوف ان هي قانونا مش من حق اي حد. يعني هو حتى لو النادي مثلا على سبيل المثال اي نادي قال لك انا مش هودي اللعيب بتاعي على مستوى الفيفا، ما فيهوش مشكله خاصه المحترفين يعني. بالظبط، هي مش داخله في الاجنده الدوليه اصلا. صحيح. بتاعه الفيفا، وبالتالي مش هيبقى في مشكله لو اي نادي رفض. لكن هي بقى المساله هتيجي بالحب يعني. يعني هو الفكره كلها مصلحه منتخبنا الاولمبي. بالزبط. اولا واخيرا ده بيلعب باسم مصر، بيلعب في بطوله كبيره اولمبيه، هو هتيجي من المنطلق ده. طبعا طبعا. يعني اذا كانت دايما احنا كنا نتابع المشكله دي، يعني انت يمكن كنت من المدربين اللي عانوا بقى من النقطه دي. ده حقيقي، ده حقيقي. مش كده؟ بتبقى انت عايز لعيب، عايز لعيب والانديه رافضه، تقول لي لا لا. ومش قادر طبعا اشتكي لانه من حقه يقول لا، لان انت قانونا انت عارف اللوائح وعارف النظام. لكن لو في امكانيه للتعاون فيها اوكي، وده اللي واضح يعني. ما كانش يبقى لو الدوري استمر باللعيبه بتوع المنتخب الاولمبي برضو مش مختلفين. لكن انا بفضل انه يبقى في اتفاق ودي. خلينا نتكلم ممكن ان شاء الله يعني. في خلال يمكن المواسم اللي جايه، وان شاء الله باذن الله يكون تواجد مصر في الاولمبياد كل اربع سنين ان شاء الله. ان شاء الله يكون ده موجود على اساس مسابقه الدوري ما توقفش بغياب الدوليين. بالزبط. لكن لمصلحه منتخبنا الاولمبي اكيد كل الدعم ليهم والانديه. هي من اجل المصلحه طبعاً بس. طبعا هم عندهم وكمان المنتخب الاولمبي بقياده طبعا الكابتن شوقي غريب. بالزبط. عامل حاله جميله، وكل اللعيبه بتلعب في الدوري، وعدد اللعيبه اللي بيلعبوا في المنتخب الاولمبي كتير في الدوري، وبالتالي ده شيء مقبول على المستوى يعني الحالي. ممكن نتقبله. صحيح. من اجل مصلحه طبيعي المنتخب الاولمبي عشان يقدر يحقق لنا حاجه كويسه. طيب. ان شاء الله اروح مع حضرتك كانت في اعتقادي مباراه مصريه للنادي الاهلي في مشوار ان شاء الله العشرة. شفت مباراه فيتا كلوب ازاي وفوز الاهلي بهذه النتيجه الرائعه يعني. انا شايف ان المباراه دي الحقيقه نقطه تحول رهيبه يعني. انا كنت بعتبرها يعني بصراحه بالنسبه للاهلي والزمالك كانت يوم 16 مارس، وده اللي انا كاتبه الاسبوع ده يعني، انه 16 مارس ده يوم فاصل سواء بالنسبه للاهلي او بالنسبه للزمالك في البطوله، رغم ان موقف النادي الاهلي افضل يعني. لو صحيح. كان حصل اي شيء تاني كان ممكن يبقى فيه امل، لكن الحقيقه بالنسبه للزمالك اعتقد ان الموقف بقى صعب جدا. بالنسبه بقى لفريق النادي الاهلي، اللعيبه لما استعادت الروح بتاع البطوله، انا بتكلم بمنتهى الامانه. طبيعي. يمكن كابتن اسامه حسني في برنامجه في القناه في قناه الاهلي قالها، لاول مره تحس ان لعيبه النادي الاهلي رجليهم بقت على الارض، نزلوا تاني الاول بعد البرونزيه و يعني كان في شيء الغرور شويه بدا يخش، مش غرور بقى اللي هو عارف الثقة زيادة اللي بيسبح في الأحلام، في ثقة زيادة إن أنا كده نزلوا كده على أرض الواقع بجد. والمباراة الأولانية اللي هي أقيمت في مصر مع فيتا كلوب، أعتقد إن الأهلي كان يعني مرشح عظيم. إن هو يكسب هذه. صحيح. المباراة سبحان الله التوفيق غاب هناك، غاب هنا، غاب هنا وجه هناك. جه طبعا التوفيق ده ما جاش كده اعتباطا، جه لانه لعيبه النادي الاهلي، انا كتبت ده برضو على الفيسبوك، انه ارتدوا ثوب البطل. خلاص كل اللعيبه عرفت ان ده اخر فرصه اللي هي تضمن لهم ان هم يرجعوا تاني. عارف القطر كده يعني خرج شويه عن الخط. المباراه دي اللي رجعت الفريق الى مساره، والاداء طبعا كان على اعلى مستوى، استغلال الفرص. صحيح. كان برضو على أعلى مستوى يعني. أنت استغلال الفرص في مباراة فيتا الأولى كان ضايع جدا يعني، أنت ضيعت فرص لا تضيع، انفرادات. اللي فرق معاك أنت المرة دي هم نفس اللعيبة، هو نفس بيتسو موسيماني. أنا بقول أنه اللي رجع هو
اللعيبة نفسها وشخصية شخصية البطل. شخصية البطل. شخصية البطل ده كان مهم جدا انها تظهر وخاصة في أول المباراة. يمكن اللي تفتكر برضو معايا يمكن مباراة سيمبا ما كانتش ظاهرة بشكل كبير جدا. بالزبط. بدأت تظهر يمكن آخر ثلاث دقايق في المباراة. لكن كان تو ليت يعني كان الوقت عدى. بالظبط. شخصية البطل والتركيز اللعيبة وإصرارهم أعتقد ده كان بره طبعا الناحية الفنية اللي كانت أكثر من رائعة. يعني أعتقد شوفهم كمان يا كابتن لعيبة الأهلي في المباراة لا الجدية واضحة جدا حتى على ملامحهم. صحيح. يعني تحس انه لا المباراة دي بقى هي المباراة الفاصلة اللي هي ترجعنا تاني الى طريق العشرة. وانا على فكرة ما بتخضش من نتائج الفرق الاخرى. يعني هنيجي للفرق الثانية لان لا يعني انا عايز برضو افكر الناس لان في ناس منزعجة جدا من سان داونز ومن الوداد. الوداد طبعا. لا ده راجع لطبيعة المجموعتين دول. هنتكلم ونحلل المجموعات وطبيعي ان دور الثمانية اقوى ثمان فرق في القارة. بالزبط. طبيعي بيكون قوي. نفتكر السنة اللي فاتت بس ما نخافش منهم. ما انت بتلعب معاهم في انت كل البطل. انت دايما في دور الثمانية وانت بتلعب مع الفرق. صحيح. دي صحيح. لا اللي انا عايز اقوله ان انت في اولا النادي الاهلي كان ممكن جدا لو هو بحالته الطبيعية في الماتشات الثلاثة اللي قبل كده كان هيحقق نتائج افضل. كان زمان وأداء أفضل. العلامة يعني الكاملة. يعني كان زمان عنده ده. صحيح. يعني لو هو كده كان زمانه عنده الشكل بتاع ان هو 12 نقطة مثلا. سان داونز مثلا. ما كانش فيه مشكلة. لكن احنا قلنا بقى احنا بنعذر لعيبتنا ان هم في خاضوا برضو مرحلة التتويج دي يا كابتن هاني برضو. نشوة الفوز والفرحة. مش ممكن يعني انت برضو لازم تدي البعد. اللي هو الانساني شويه ان اللعيبه دي نفسي طبيعي. يعني في وقت من الاوقات انك نشوه الفرحه وانت راجع بعد انجاز كبير انت طاير بقى الكيرف ده لازم ينزل شويه. صحيح. انت طاير بس عارف المهم يا استاذ جمال ان فعلا جماهير النادي الاهلي العظيمه اول ما بتحس ان الكيرف بينزل البوش والضغط ساعات بيكون زايد عن الحد ده هو دوت اللي ده الضغط الايجابي بقى. بالظبط. برافو عليك. ده الضغط الايجابي اللي هو كمان بيبقى فيه بوش وضغط من الجمهور ومساندة في نفس الوقت ومساندة وثقة يعني برضو كمان. صحيح. تشعر حتى في الناس اللي بيهاجموا لا هما بيهاجموا عشان هما عايزين يشوف هما مش عايزين الأهلي يصعد بصعوبة يعني مش عايزين الأهلي يتأهل بشق الأنفس لا ده هما محتاجين طموحاتهم وأمالهم إن النادي الأهلي ده يتأهل مستريح جدا وليس ما يخشش يعني في حزبة وأرقام يعني هم محتاجين انه الفرقة تحسم الامر مبكرا بس ده برضو بنفكر الناس مش دايما ممكن يحصل يعني كل الفرق على مستوى العالم وده اللي انا دايما بقوله عن النادي الاهلي النادي الاهلي لما الكيرف بينزل يا كابتن وانت اكتر مني خبرة كيرف الاهلي لما بينزل ما بينزلش قوي يعني بمعنى ما بينزلش للقاع طبعا كيرف الاهلي بينزل انت بتحس بيه لكن سهل قوي على طول انه يرجع الفتره الزمنيه للمنحنى لما بينزل ما بيطولش ما بيطولش وما بيبقى ما بينزلش بعمق صحيح يعني مش انهيار صحيح وده شيء يعني اللي هو بقى انا بقول برضو هي دي شخصيه البطل ان هو البطل ممكن الملاكم وهو بيلاكم ممكن يقعد شويه ما يضربش ضربات قاتله بس في لحظه يديله القضيه يروح مديله القضيه وجات القضيه برضه يعني طبعا القضيه بدات مع محمد شريف كمان لأفشة كمان لا بدات مع محمد شريف ثم أفشة صحيح. المتخصص في القضيه صحيح. ثم الهدف الثالث كمان يعني طاهر محمد طاهر انا بقول ان الهدف ده تتويج ل طب احنا شايفين طبعا موسيماني والجهاز الفني تقييمك لموسيماني ايه في المباراه ديت خاصه ان كان في بعض مش بعض يعني كثير من الانتقادات على موسيماني قبل المباراه رؤيتك الفنيه اللي كانت خارج الخطوط من موسيماني من تشكيل اولا اخد رايك كان بالتشكيل هل كان في مفاجات بالنسبه لك
انه يبدا بمثلا بشريف ومروان، التغييرات اللي عملها، وكانت يعني عايز اخد رايك في انا والله هفاجئك انا هفاجئك انه يعني انا ما فقدتش ثقه زي بعض الناس في موسيماني. انا كل اللي لاحظته انه موسيماني بيعمل اقصى جهد عنده. صحيح. صراحه. صحيح. يعني الراجل حتى التشكيل اللي بيبتدي بيه هو تشكيل ما هوش غريب يعني هو اضاف يمكن لهذا التشكيل، هو بدا الشناوي طبيعي. طبيعي محمد هاني، بدر بانون، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف. لازم نشيد بياسر ابراهيم طبعًا. جدا طبعًا. لان ياسر في فتره معينه كان قعد شويه احتياطي. صحيح. بسبب ارتفاع مستوى ايمن اشرف وبدر بانون، وكان طبعا علي معلول في بالظبط يعني. فلما الاشاده لازم تروح لايمن اشرف كمان. صحيح. ليه؟ لان ايمن اشرف لما بتحتاجه شمال بتلاقيه، لما بتحتاجه سيرد باك بتلاقيه. فوجود ايمن اشرف بدل علي معلول ادى شويه اعاد الثقه مره اخرى لياسر ابراهيم، فهو طبعا تمسك بيها. وخلي بالك برضو ياسر، نفتكر كده كاس العالم للانديه اصابه برضو علي معلول في وقت كان صعب جدا. هو كان بعيد، نزل وادى بشكل اكتر من رائع. عشان كده انا بقول لحضرتك ان هو ما فقدش الثقه، وده شيء مهم جدا طبعًا. وبعدين ربنا اداله. صحيح. يعني ربنا كافئه على ان هو ما فقدش الثقه ونزل، ما تحسش ان هو مهزوز. مش البعد ده ما خلاهوش، ما في لعيبه ممكن طبعًا. يبعد طبعا هو موجود. عندك عمرو السولية وإليو ديانج طبعا مكان الاثنين طبيعي جدا. مجدي قفشة وجونيور أجاييه ومحمد شريف ومروان محسن. ان هو يلعب باثنين اقرب ما يكون الى رأس الحربة. صحيح. اللي هو محمد شريف ومروان محسن مع تعديل داخل الملعب. مظبوط. في طريقة اللعب ان حد فيهم يبقى تحت حد. شفنا مروان محسن اسيست جامد جدا. مظبوط. وشفنا محمد اشرف محمد شريف بيبقى لما بيكون في الموقف بتاع الاسيست بيدي. صحيح. واخد بالك؟ فانا شايف ان هو استغل وجود الاثنين استغلال كويس قوي. التغييرات بقى برضو في الاطار، ما هو قبل كده كان ممكن يلعب بطاهر محمد طاهر كبدايه. صحيح. لكن هو المره دي لعب بمحمد شريف وخلى طاهر محمد طاهر بره. يعني اقصد هي العناصر الموجوده معاه، وولتر بواليا بدل مروان محسن. هي الفكره ان كمان بعض الناس كانت بتفتكر يا اما هيبدا مثلا، يعني كان الكل معتقد هيبدا مثلا بواليا او هيبدا بمحمد شريف وهيبقى تحتيه هيبقى الشحات وقفشه واجاييه. لا الشحات انا معاه ان هو الشحات بقاله فتره يعني شويه بعيد، فكان كانت وجود مروان مع شريف كانت يعني كانت طبعا شكلها حلو جدا في الملعب. وفي نفس الوقت التغييرات بتلعب مره 4-4-2 بتلعب 4-2-3-1، مروان بينزل بالزبط. شويه شريف هو اللي بقى عندك اثنين ينفعوا يقوموا بدور راس الحرب. صح. اثناء طبعًا. المباراه بالظبط، يعني اثناء اللعب نفسه. مروان برضو في المباريات الاخيره لعب واجزاء من المباريات وكان كويس جدا، واخد بالك. مساله بقى ان هو يبتدي بمين راس حربه، انا مع تثبيت شويه يعني يخليه على تشكيله معينه. طب انت رايك يثبت بقى شريف خلاص الى حد ما؟ لان انا كنت مع لما محمد شريف جه من الاعاره كان عنده انطلاقه حلوه قوي. صحيح. فكان يجب الحفاظ عليه بنفس الحماس وهذه الانطلاقه القويه. لما اتسحب شويه ولعب وولتر بواليا، لا ده اثر شويه على محمد شريف. لكن المباراه كبيره، مباراه 90 دقيقه، وزي ما شفنا كده لعب محمد شريف ومروان محسن وولتر بواليا. صحيح. معايا يعني، وطاهر محمد طاهر نزل كمان. ما عندكش مشكله يعني ان انت تستعين، يعني يبقى انت عندك قطع الغيار موجوده. صحيح. ممكن النهارده يبقى اساسي، ممكن في ماتش تاني يبقى احتياطي، ودي يعني سمة ده طبيعي. سمة الفرق الكبيره وخاصه لما يكون عندك قماشه مميزه. بالزبط. لما يكون عندك عدد من اللعيبه المميزه. الله ينور عليك. ان هو في كل، ما عنديش مشكله النهارده، انت عايز تحافظ عليهم كلهم. بالظبط. فانت يعني بتدي على حسب رؤيتك الفنيه، وطبعا شايف انها التغييرات بقى كمان كان ليها تاثير ايجابي يعني. طبعا طبعا. طب ما هو بعد كده ما هو نزل
حسين الشحات نزل اللي احنا بنقول عليه برضو شويه عليه علامات استفهام في الاداء شويه، لكن اداله الفرصه. لعب حمدي فتحي صحيح، واخد بال يعني هو العناصر التايمنج كان اكتر من رائع، الوقت رائع. يمكن طبعًا. اللي كان فيه شويه استحواذ في نص الملعب بالزبط. من فريق بيتا كلوب راح زي هو حمدي فتحي، يعني هو اول تغيير له في اول الشوط الثاني طاهر محمد طاهر بدل شريف. شريف ده برضو شيء كويس، شريف عمل الدور اللي عليه تماما، كنا خايفين على الاصابه وكان بالزبط. رجليه فيها مشكله، فما فيش مشكله انه خلاص. وولتر بواليا بدل مروان محسن، احمد رمضان بيكام بدل ايمن اشرف، وده برضو كان ده برضو شيء كويس صحيح. ان انت بتخلي احمد رمضان بيكام موجود معاك في الصوره وبتريح ايمن اشرف. واضح ان كان موسيماني كان فايق جدا وشايف كويس ايمن بالزبط. اشرف كان خد انذار وبعدين شويه وقع على كتفه، طيب يبقى ادي في الوقت ده خايف طبعا من الانذار الثاني او الطرد هياثر، فازق ان تايم بيكام وبديله الثقه. وبعدين برضو الناس اللي هاجمت قوي موسيماني اعتقد ان هي تسرعت شويه في الحكم عليه، ما هو ما فيش مدرب يعني هيعمل تشكيل ضد مصلحته اكيد ولا ضد مصلحه فريقه، وجهه نظره فنيه وحسابات. وبعدين برضو ما تنساش انه اصابه علي معلول في فتره معينه وطولت شويه دي تخلي لا، وكمان الغريب ان محمود وحيد بعد ما بيخش في فورمه كمان هو بيتعور كمان اصيب كمان، طبعا ده جزء مهم. احيانا بتبقى مش احيانا دايما الظروف اللي بيواجهها المدرب هي اللي بتفرض عليه انه، ولذلك واحنا قاعدين بره لازم وهو بيعمل التشكيل اشوف البدائل اللي عنده ايه، واخد بالك؟ ممكن مثلا مره يجرب ان هو يبتدي بواليا ومره يبتدي بشريف، لا بس انا بقى مع تثبيت شويه كذا مباراه ورا بعض، ده بيدي شويه يعني ثبات وانسجام اكتر صحيح. بين اللاعبين يعني. طيب احنا طبعا ان شاء الله باذن الله باذن الله عندي امل ان احنا هنتصدر هذه المجموعه ان شاء الله بالفوز المباراتين اللي جايين. تمام. رؤيتك بقى للاربع مجاميع، احنا طبعا نبدا طبعا بالمجموعه الاولى، مجموعه النادي الاهلي كمان كان فوز سيمبا على المريخ 3-0، ده اداله يمكن 10 نقاط، النادي الاهلي 7 نقاط، سيمبا 10، والله سيمبا ده احنا ادينا له 3 نقط. احنا بالظبط، لا بس خلي بالك بس اول يعني اول ماتشين بست نقاط اداله ثقه كبيره جدا طبعا. وفرقه الفرقه من اربع ماتشات بتجيب 10 نقط، اكيد فرقه على مستوى ان جيد شاء الله. انا اتوقع انه فرقه النادي الاهلي هتتصدر خلاص، انت كده ما عندكش مشكله. الماتشين اللي جايين الماتش الجاي المريخ في السودان بالظبط، واللي بعديه سيمبا في القاهره ان شاء الله. اعتقد انه في الامكان على حسب شكل المجموعه كده ان انت هتاخد 6 نقاط باذن الله ان شاء الله وتتصدر هذه المجموعه ان شاء الله. طيب يعني ببساطه ده اللي هو الوضع الطبيعي ليك. صحيح ده صحيح. الوضع الطبيعي ليك صحيح. يمكن كمان لو اتكلمنا عن المباراه اللي جايه للنادي الاهلي امام المريخ يوم 2 ابريل، برضه بنقول انها مباراه مش سهله، انت بتلعب في السودان مش سهله، لا لا. فبرضه دلوقتي بنقول بنحترم المريخ جدا، كل الاحترام. مش النتائج الوحشه اللي عاملها في الشامبيونز ليج او خلال الفتره اللي فاتت هتكون موجوده في مباراه النادي الاهلي. بص النادي الاهلي وانت ادرى مني ما بيلعبش على ترتيب الفريق اللي قدامه، هو بيلعب على ان دي مباراه لا كل الاحترام صحيح، ولا وفيها جميع المقومات اللي تخلي فريق زي فريق النادي الاهلي فريق بطوله يلعب مع كل الفرق بكل الاحترام، مفيش فرق بين متصدر وغير متصدر او متزايل يعني. فالمباراه الاهلي هيلعب مباراتينه القادمتين على انه كل مباراه برضه مباراه كؤوس صحيح، يكسب عايز يكسب مع كل الاحترام للمنافس اكيد. طيب ان شاء الله الاهلي يتصدر هذه المجموعه. تمام. نروح للمجموعه الثانيه وطبعا اللي فيها طبعا صن داونز والهلال، فرق طبعا واضح، فرق يعني خلاص يعني صن داونز وبيحقق العلامه الكامله ب 12 ب 12 نقطه من اربع مباريات. يلي طبعا الهلال. وشباب بلوزداد جزائري 3 نقاط، فرق كبير بينه وبين بينهم وبين الاول طبعا صن داونز. مازيمبي نقطتين، شايف المفاجاه الكبيره في المجموعه دي مازيمبي
طبعا يعني مازيمبي بتاريخه الكبير في البطولات الافريقيه ما كنتش اتخيل هذا لانه حقق تعادلين وهزيمتين صحيح. طيب ولم يفز حتى المركز الثاني تتوقع الهلال ولا شباب بلوزداد الجزائري اللي في المركز الثالث بس بنفس عدد النقاط مع الهلال يعني صن داونز ضمن خلاص يعني. هما الفريقين برضو متشابهين جدا الفرقتين لم يحققوا اي فوز يعني الهلال وشباب بلوزداد فالمركز الثاني هيبقى ما بينهم طبعا وان كنت اتوقع ان ممكن الهلال يكون هو الاقرب اوكي شباب بلوزداد شويه الدفاع بتاعه زي ما احنا شايفين كده في الارقام كمان داخل فيه 6 اهداف غير الهلال داخل فيه 3 اهداف فممكن الحاله الدفاعيه عندهم الحاله الدفاعيه ممكن تبقى تفرق يعني طيب دي للمجموعه الثانيه المجموعه الثالثه كمان من الفرق اللي ظهرت بشكل اكتر من رائع فريق الوداد ده بيأدي بشكل اكتر من رائع تمام خلاص هو كمان ضمن 10 نقاط ضمن التأهل في المركز الثاني حورية الكيني كازر شيفرز وطبعا بترو أتلتيكو ده طبعا بترو أتلتيكو خلاص خارج المنافسة نهائيا زي المريخ يعني صحيح. زي المريخ وتونجيت صحيح يعني شايف برضو المجموعة أنا بشوف طبعا الوداد ضمن حورية وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي حورية كوناكري طبعا أعتقد المنافسة بينهم برضو هتبقى قوية وقد يكون الأقرب كايزر تشيفز الأقرب على مستوى الخبرات على مستوى النتائج بالزبط. في البطولات قبل كده بالظبط الترجي المجموعة الرابعة والأخيرة الترجي طبعا ضمن التأهل 10 نقاط 10 نقاط طبعا يلي مولودية الجزائر 8 ثم الزمالك 2 نقطتين وتونجيت السنغالي نقطة واحدة طبعا. واعتقد ان هو برضو خارج طبيعي في الزمالك بقى مشكلته ان هو طبعا لازم يكسب المباراتين القادمتين والترجي يكسب مولودية عشان هو يعني يتمكن من الوصول للنقطه 8 فطبعا يعني انا بقول برضو ان هو الموقف صعب جدا لكن الهزيمة الاخيره على هي طبعا المباراه الاخيره خسر مرتين متتاليتين من الترجي والمباراه امبارح كان لعيبه الزمالك مش في الملعب خالص الاذهان المخ مشغول بحاجات تانية وسمعت انا حاجات انه في مفاوضات وحاجات مع بغض النظر عن لا يعني انا بقول بره الملعب بس على الورق يعني قائم مفيش حاجه مستحيله الكوره هي الموضوع صعب جدا لكن ممكن كل شيء وارد كل شيء ممكن يحصل وخلينا بجد نتمنى على المستوى طبعا فريق نادي الزمالك فريق كبير على المستوى كفريق مصري طبعا مصري طبعاً على المستوى الافريقي وتخيل كمان نادي الزمالك لما يكون متواجد في دور الثمانيه مع الترجي مع الاهلي مع الوداد مع سان داونز القيمه كمان هتزيد للبطوله والمنافسه هتكون قويه وده في صالح الجميع لا هي دي امنياتنا لكل الفرق العربيه وكل الفرق طبعا المصريه في المقام الاول لما نكون الاهلي والزمالك مشاركين زي ما حصل النسخه اللي فاتت الاهلي والزمالك لاول مره يبقى النهائي مصري واتعمل في مصر فكان شيء جميل جدا واخد بالك طبيعي. فنتمنى التوفيق رغم الموقف الصعب لفريق الزمالك انما احنا بنرصد الواقع صحيح. الواقع بيقول ان الارقام كذا ولذلك انا ما بحبش اعلق انا بقول الترجي 10 مولودية الجزائر 8 الزمالك 2 تونجيت 1 لكن الامنيات بقى انه نتمنى لكل الفرق المصرية رقم 1 التواجد الفرق العربية كمان في دور الثمانية تكون متواجدة ان شاء الله كل التوفيق لكل الفرق العربيه وطبعا التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي يتصدر هذه المجموعه وتكون اعتقد دور الثمانيه هيكون بقى مختلف تماما وحسابات مختلفه طبعًا. والفرق هتكون على المستوى الفني مختلف بس انا مش عايز الناس تقلق قوي مش عايز الناس تخاف قوي من ارقام الفرق المنافسه تتكلم على سان داونز يعني سان داونز والوداد لان زي ما قلت لحضرتك المجموعات مختلفه المستويات مختلفة بس أنا مش شايف حد الآن يعني أنا موضوع القلق ده بالعكس يعني كل في ناس تقول لك إيه ده احنا بطل النسخة ده احنا يعني واخدين 9 بطولات بالزبط. أكبر فريق على مستوى القارة
ما اعتقدش سان داونز يقلقنا يعني، بالعكس احنا بنحترمه يعني احترام طبعا، وخاصه شمال افريقيا. سان داونز عامل اداء اكتر من رائع حتى على مستوى الدوري جنوب افريقيا، لكن خلينا نتكلم ان احنا بنحترم الناس، لكن شخصيه البطل اللي بتكلم عليها بالزبط. يعني شخصيه البطل دي مهمه قوي قوي، واحنا بنحترم الكل. لكن انا بحب اقول، لانه في بعض الناس يقول لك ما انت بقيت 7 نقاط، المباراه الجايه ان شاء الله تبقى 10. صحيح، انت فاهم قصدي؟ هو مسألة ان انت تستعيد مكانتك مرة اخرى ده شيء في الامكان، وهو احنا اثبتنا ده يعني. ان شاء الله تبقى متصدر، حتى يعني لا قدر الله حتى مش متصدر، انت بتوصل لدور الثمانية، ودايما حسابات دور الثمانية بتبقى مختلفة، انت مع الكل بقى، ودايما انت داخل بشخصية البطل. لما النادي الاهلي بيكون موجود في دور الثمانية، هتسأل اي حد على مستوى افريقيا، على مستوى شمال افريقيا، هتقول لك مين المرشح الاول للفوز بالبطولة. دايما اسم النادي الاهلي بيكون موجود يعني بتاريخه. يعني انت لما توصل دور الثمانية لازم تبقى قادر باذن الله على انك تواجه اي حد. انت عايز تاخد البطوله، انت اصل انت مش عينك ان انت عايز تتاهل، لا انت بتلعب على الوصول للنقطه لمنصه التتويج. مزبوط. وبالتالي القصه بالنسبه لك ايه؟ كل الفرق محترمه وكل الفرق تتساوى، لانه ممكن يطلع لك فريق مفاجاه ويعمل لك مفاجاه. صحيح. لا انت بتلعب مع كل الفرق زي ما حضرتك قلت بشخصيه البطل، ولذلك كل الفرق اللي هتلعب معاك هتبقى حاطه ده في اعتبارها. طبعا، ودي ضغوطات تانية غير طبعا بالزبط. انك عايز تفوز، لكن كل فرقه بتلعبك بتلعب البطل، بتلعب النادي الاهلي، نادي القرن، بتتكلم بالزبط. على صعوبات. لكن دايما وانا باخد مباراه اللي فاتت امام فيتا كلوب مثال حي لمعدن اللاعب النادي الاهلي، ويا رب ده يستمر، هو دايما متواجد. انا ما يعني ما اتمناش ان احنا نبقى في موقف صعب عشان المعدن ده يبان، لا بالزبط. نفسي ان هذه المباراه تكون هي الاكزامبل، ده المثل اللي نبدا بيه كل مباراه، من تركيز، من تحضير، من اداء فني عالي، بالزبط. من اداء على مستوى اللعيبه، كل ده على فكره توفر. كل اللي حضرتك بتقوله ده كان موجود يوم 16 مارس يوم هذه المباراه، ولذلك الاهلي حسمها بدري يعني. حتى بقول لحضرتك كل الفرص اللي انت كنت بتضيعها، لا المره دي ما ضيعتش انت، بالعكس وضيعنا شويه يعني، انت ضيعت بس انت بتخلق الفرصه بالظبط وبتسجل. برافو عليك، واخد بالك يعني لما تشوف الاهداف، لا انت بتقتحم يعني انت عندك القوه والجراه ان انت تروح وتسجل. صحيح. فده يمكن في الماتش الاولاني انت كنت بتوصل ومسيطر، ومع ذلك اللمسه الاخيره ما كانتش مظبوطه. كل التوفيق ان شاء الله، نتمنى اللمسه الاخيره تبقى مظبوطه ان شاء الله وتستمر يا رب ان شاء الله على طول. طيب نروح اخيرا لملف المنتخب المصري اللي طبعا بيستعد طبعا لمعسكر، ومباراتين مهمين جدا، مباراه كينيا في كينيا ومباراه جزر القمر. اختيارات الكابتن حسام البدري لهذه المباراتين من خلال المحترفين شايفها ازاي؟ في بعض المشاكل اللي بتدور حوالين قدوم بعض المحترفين، حضرتك شايفها ازاي؟ وعلى مستوى هل بعض العناصر الجديده او الاسماء الجديده اللي ليها حظوظ انها تكون متواجده مع المنتخب المصري في الفتره اللي جايه؟ شوف، هو اولا طبعا المنتخب الحمد لله ان هو عد موقعه تماما، ودلوقتي بيشارك في الصدارة، 8 نقاط. 8 نقاط مظبوط. وبالتالي الموقف بقى اعتقد الـ الاجواء العامة بقت تساعد دلوقتي صحيح. كابتن حسام على انه يورينا بقى شكل افضل للمنتخب. قد نختلف في الاختيارات، لكن في النهاية احنا محتاجين ايه؟ محتاجين اول حاجة التأهل طبعا، اكيد محتاجين ترتيبات لشكل افضل في الاداء بشكل عام. احنا عايزين منتخب مصر بعد فتره توقف برضو سنه كامله ايام الكورونا، طبعا سنه كامله مفيش منتخب، وده العذر اللي احنا بنلتمسه لكابتن حسام البدري. لكن اتمنى ان الاختيارات تبقى على قد الطموحات اللي احنا عايزينها، حتى الجديد، العناصر الجديدة او كده تفتكر يعني هيضم بعض العناصر الجديدة؟ يمكن
نتكلم مثلا على مستوى راس الحربه طبعا عندنا لعيبه مميزه في طبعا مروان ماشي بشكل كويس، محمد شريف في النادي الاهلي ماشي بشكل كويس، بتتكلم على مصطفى محمد ماشي بشكل كويس في جلاتا سراي، لكن كمان في وجوه جديده وخاصه الوجوه اللي بتشارك مع المنتخب الاولمبي احمد ياسر ريان على سبيل المثال، هل تفتكر ممكن يكون ضم عناصر جديده زي احمد ياسر ريان؟ ممكن هو كان المفروض انه هيعلن بعد الجوله دي، الافريقيه دي يعني التشكيلات بقى او القائمة أو الاختيارات النهائية، وأنا بشوف إن لازم يكون في دور للعيبة اللي حضرتك ذكرته، يعني لابد إنه يبقوا متواجدين، لأن أنت محتاج في المرحلة اللي جاية يبقى عندك مشكلة في رأس الحربة، يعني مش بس يبقى مروان، لازم يبقى فيه محمد شريف، لازم يبقى فيه مصطفى محمد طبعا ماشي بشكل كويس، احمد ياسر طبعًا ريان اعتقد احمد برضو طبعا ياسر ريان من اللعيبه المهاجمين. هل تفتكر الوعيدين ممكن في وقت من الاوقات او اكيد الكابتن حسام البدري كمان بيفكر ده مع جهازه الفني ان يكون عندنا قاعده منتخب الاول، مش بس اللعيبه اللي بتلعب في المنتخب الاول، لكن القاعده تضم عدد كبير جدا من لعيبه المنتخب الاولمبي، لان دول اعتقد الاداء اللي ادوه في بطوله افريقيا وان شاء الله ربنا يوفقهم في الاولمبياد مع استمرارهم في اللعب هنا، انت عارف في لعيبه كتير بتلعب حتى مع الانديه بتلعب بصفه مستمره ومتالقه، يعني في ناصر ماهر بالزبط. ربنا يرجعه بالسلامه في اكرم توفيق، في هو عشان كده لازم يوسع دائره الاختيار حتى لو مش هيشاركوا بصفه اساسيه يكونوا متواجدين، يعني المهم انه يبقوا متواجدين ان شاء الله، تعلن قائمه كبيره لان برضو اختيارات الجهاز الفني للمنتخب للاعبين بتديهم معنويات عاليه طبعًا جدا طبعا، يعني النهارده اي لعيب بيتم اختياره واعتقد كان دايما بيبقى فيه قائمه كبيره بالزبط. ثم مختصره بالظبط، ده في حد ذاته اللي هي دايره الاختيار، ومفيش مانع ان الكابتن حسام يعلن عن وجودهم في هذه القائمة حتى لو مش هيبقوا بعد كده يتم استبعادهم، لكن يعني لازم يكونوا يخشوا بس ياخدوا الخطوة الأولى إن أنا رحت منتخب أول وأنا متواجد يعني الاختيار ده مهم جدا يا كابتن بالظبط، وخصوصا بالنسبة للعيبة المنتخب الأولمبي لأن هم دول المستقبل للكرة. أنا في اعتقادي لازم يخشوا لازم يعني لأنه النهاردة في لعيبة أساسيين كلهم في أنديتهم كلهم تقريبا، وانا بقول انه برضو نجاح كابتن شوقي غريب في اظهار اللعيبه دول مظبوط وتالقهم في بطوله افريقيا طبعا ادى كمان ادى حوافز كبيره للمدربي الانديه ان هو يشاركوا وشافهم بمستوى عالي لانه شافوا في قمه المستوى بتاعه صحيح. يعني كابتن شوقي وصلهم للمستوى ده، فانا بتمنى زي ما قلنا كده انه يبقى فيه اختيار قائمه كبيره مجرد ان اللعيبه دول موجودين في قائمه المنتخب اعتقد ده بيفرق كتير جدا. طيب بمناسبه الكابتن شوقي غريب حضرتك اكيد عارف ان طبعا في الاولمبياد بيكون في ثلاث اختيارات اللعيبه المحترفين فوق السن، يمكن الكابتن خلاص اعتقد كابتن شوقي غريب حسم موضوع صلاح وبدا بشكل رسمي يتواصل مع اداره ليفربول وبيهيئ الجو تمام، مين الاثنين التانيين اللي في وجهه نظر حضرتك يكونوا متواجدين مع صلاح في الاولمبياد باذن الله؟ لا يعني هو صعب طبعا ان احنا نحدد لانه ده على حسب ما هو محتاج احتياجات مركز احتياجات مركز، وانا يعني يمكن بعد تالق المنتخب الاولمبي في البطوله الافريقيه الناس بدات الكلام ده بدري جدا، وانا كنت مع تاجيله ليه بقى؟ لان انت عندك منتخب عامل انجاز كويس جدا، معنى ان انت تقول ان انا هضم ثلاثه، هو طبعا الثلاثه دول اختياري من حقك طبعا، يعني انت لو عايز تضمهم لو مش عايز خلاص لو مش عايز خلاص طبعا. بس انا كنت شايف ان المنتخب الاولمبي بتشكيلته اللي موجوده لا تشكيله متوازنه جدا، ممكن الثلاثه بقى اللي هيضافوا ما هو ممكن محمد صلاح ما يسمحش ظروفه ان هو يجي لاي سبب من الاسباب، ممكن يعني ممكن ما يحصلش، وارد ما يحصلش يعني ما نتمناش لكن وارد وارد فهو لازم يبقى عنده بدائل
ما هو القائمة الأولى تقريبا 50 لعيب يعني حتى اللجنة الأولمبية بتقول إنه المفروض هيبعت قائمة كبيرة. القائمة الأولية دي بتبقى 50 لعيب بس لازم يكون في الخمسين لعيب دول كل الأسماء اللي انت بتطرحها يعني ما ينفعش تبعت عشان ما تخرجش منهم بالضبط يعني الخمسين دول اللي هتبعتهم في الأول كل اللي عايز أنا خدها بشكل توازني شوية تحط الأسماء كلها كل لا لاعب في كل خط اربع بقى اربع لعيبه في كل مركز لا نقول انت بالظبط بالنسبه للكبار يعني تدعيم ماشي عمود فقري كده تبدا حراسه المرمى ولا تبدا خط الظهر لا خط الظهر طب ومحمد الشناوي ولا ممكن يكون الشناوي واحد منهم ما انت تاخد بقى العمود الفقري يعني تتكلم على خد العمود الفقري من اول حراسه المرمى لغايه المهاجم طيب بالطول كده واحد هنا واحد هنا واحد هنا ادي ثلاثة طب لو الشناوي خط الظهر لو الشناوي ده على حسب حاله انت مش عايز تقول اسماء لا ما انا مش عايز اقول اسماء مش عشان حاجه طبيعي يعني لو وجهه نظرك يعني لانه كمان اللي بيحدد ده الكابتن شوقي الكابتن شوقي لا بيحدده بناء على ايه على دراسته لمستوى اداء فريقه نفسه صحيح لان هو الاكثر قدره انه يعرف عنده محتاج دعم في ايه انا متفق معاك لان مرت عليا كان كان انت المفروض تفرح عشان لما تمسك منتخب ما نفتيش صح لا مش لا كلها وجهات نظر لا هي وجهات يعني نظر كان بس كان متالق احمد الشناوي في حتى في التصفيات اللي وصلتنا للاولمبياد كان متالق بشكل كبير مع وجود عصام الحضري كان لسه بيلعب فكان برضو الموضوع شايف ان انا لا كان الشناوي يستحق ان يكون موجود وعندنا ثقه فيه والله لما تمسك منتخب هتتبسط مننا جدا ان شاء الله ادعي ليه لا بكلمك جد لانه بيبقى دايما المدرب حسابات مختلفه يعني حتى لما طرح مساله استعانته بصلاح ومين وبتاع كان الولاد لسه عرقهم ما نشفش والناس طلعت تقول ايه طب هتاخد مين بقى كان بدري قوي ده كان لسه العيال واقفه مع الاحترام يعني كلمه عيالي يعني مش الولاد يعني كانوا لسه بيفرحوا يعني. حتى لما تسألوا يعني انت بتحرجهم طب هتاخدوا معاكم محمد صلاح الولاد طب يعني سيبوا يفرح صحيح واحنا فرحانين بيهم بصراحه يعني طبعًا. احنا عندنا جيل رائع من اللعيبه الصغيره في السن وهم الصغيره اللي لكن النهارده في انديه بتعتمد عليهم جدا صحيح نشكرك شكرا جزيلا نشكرك كابتن نورتنا وشرفتنا سعيد بوجودي معك والله ربنا خليك شكرا جزيلا لحضرتك شكرا كابتن هاني دي كانت طبعا نهايه فقرتنا الحواريه بعد الفاصل اثنين من نجوم النادي الاهلي الكبار الكابتن فتحي نصير والكابتن ماهر همام برحب بحضراتكم مره تانية البيت الكبير لسه مستمر مع اثنين من نجوم النادي الاهلي الحقيقه اصحاب الرؤيه التحليليه رائعه جدا هنتكلم عن النادي الاهلي اللي حقق فوز غالي امبارح على فيتا كلوب تحدي الصعاب والأزمات وعاد من بعيد ليواصل هذا المشوار مشوار البحث عن الأميرة الإفريقية مرة عاشرة ضيوفنا النهاردة الكابتن الكبير فتحي نصير أهلا بك يا كابتن فتحي أهلا بك سلام والكابتن الكبير ماهر همام أهلا بك يا كابتن وألف ألف مبروك يمكن كنا بنتكلم قبليها عن استعدادات الفريق كنا بنتكلم عن الصعوبات كابتن فتحي كلمنا معك كتير في هذا الموضوع وكنت بتتكلم في جملة مهمة قوي لفتت نظري ساعتها فاكرة أن أنا سألتك لما كنت بتقولي التوفيق ثم التوفيق ثم التوفيق ولكن تطرقت إلى توفيق الحكم في المباراة في فيتا كلوب الماتش الأولاني لعبنا ماتش حلو جدا جدا وبرغم من ذلك تعادلنا بسبب حكم المباراة مش هقول أنه يعني مش هنعتب عليه ولكن في كل الأحوال كان خطأ تحكيمي كبير امبارح يعني غير موفق كان غير موفق موضوع توفيق الحكم بقى اللي حضرتك قعدت تشرح لنا فيه المره اللي فاتت بالزبط. عايز ابدا بتوفيق الحكم في مباراه امبارح كابتن فتحي شافه ازاي بسم الله الرحمن الرحيم الاول بنرحب بيكم كابتن ماهر يعني يا كابتن فتحي نورنا كابتن نورين احد النجوم التوفيق دي حاجه حتى موسيماني قال لكم او قال في المؤتمر الصحفي ان كره القدم كل يوم بتدينا دروس وبنتعلم منها دي من وجهة نظر احنا بنقول على حاجات اصلا يعني الناس لسه مش حاسة بيها والمشاهد العادي كابتن هاني المشاهد العادي ما يقدرش يوصل لها
لكن من خلال الدراسات ومن خلال الخبرات لما بنلاقي فرق كلها تبقى قد بعض، المستوى قد بعض، فنيا قد بعض، حتى المستوى الفرق كبيرة، المستوى الفني، المستوى البدني، المستوى المهاري، المستوى الخططي، كل واحد. طب امال ايه اللي بيخلي فرقة تكسب عن فرقة؟ فجه بند التوفيق اللي هو كان غايب عن الناس زمان اصبح موجود دلوقتي، عرفناه، هو كان موجود من زمان بس الناس مش قادره تتلمس له ولا تتحسس تيجي من عليه. مش راحت المنطقه دي خالص، مش موجود من ضمن المباراه او مش من ضمن جزء التحليل، حتى استوديوهات التحليل كلها هذا التوفيق غير موجود. ليه؟ لان ما كانش ناس بتمسه. لكن التوفيق لا، ده موضوع كبير قوي قوي قوي، وبيمس جميع مباريات كره القدم في العالم، مش مبارياتنا بس هنا في افريقيا او في مصر او في المنطقه العربيه، ده على مستوى العالم. اي مباراه ايا كانت كبيره او صغيره في اي بطوله من البطولات هتلاقي التوفيق، بس انت عايزه بقى واحد يحللها. فالحمد لله احنا قلناها هنا في قناه الاهلي وفي البيت الكبير، واول مره هذا المسمى يطلع ويتردد. وقلنا يوميها قبل ماتش فيتا كلاب احنا بنقول ايه؟ التوفيق للمدرب في ايه؟ ان هو يختار طريقة لعب كويسة ويختار تشكيل المناسب، تشكيل كويس ينفذ طريقة اللعب اللي عايزه، وتوفيق للعيبة انها تنفذ كلام المدرب لتنفيذ الخطة وتنفذ الطريقة، وتوفيق الحكم انه يديني حقي، ان الحكم يديني حقي، ده توفيق. فظهرت امتى؟ يوم المباراه الاولى. احنا اللعيبه بتلعب باداء كويس وكده، بس توفيق انهاء الهجمه غير موجود، وتوفيق الحكم في انه يديني حقي ما ادهوليش. ايوه، هو الخطا اللي حصل منه غير مقصود، انا ما بقولش ان هو يتعمد وكده، لكن ما كانش موفق في ان هو يقف في زاويه صح، صحيح، او صفرته سبقته، او كان متسرع وما فيش فار عشان يرجع له. فممكن هو بعد ما صفر راجع نفسه، انا شفته يعني ما كانش متحمس لها قوي ورايح، تحس انه رايح خطوه قدامه خطوه ورا، لكن حسبها، لان لو الفار كان هيرجعه، وهو كان يتمنى يكون في فار. فده التوفيق. نيجي بقى للمباراه الثانيه. المباراه الثانيه هناك قلنا التوفيق لموسيماني ان هو يختار اللعيبه وطريقه اللعب اللي تتناسب لهذه المباراه، فكان موفق في اختيار طريقه اللعب وموفق في اختيار اللعيبه اللي هتنفذ له طريقه اللعب بالاهداف اللي جت. ثم توفيق اللاعبين في التنفيذ، يعني لما قفشه يجري ويلعبها وتتحط في القايم وتخش، قبل كده كانت بتضرب في القايم وتخرج بره، يبقى ده التوفيق. ده ربنا بقى، ما لا ده اسمه التوفيق. وربنا بيدي كمان. ما هو ربنا ما بيديش اي حد، بيدي المجتهد، وربنا دايما مع المجتهدين. صح. ومع صح. الناس دي. طيب. ده طيب. جزء من التوفيق. وتوفيق في حاجه تانية، في الجو، والتوفيق في الملعب. تقول لي التوفيق انت ما قلتوش قبل كده اللي احنا قلناه، انه ازاي انك انت تكوني موفقه في ان اليوم اللي بتلعبي فيه الملعب يكون كويس. احنا كان الملعب وحش بايظ، فمن عند الله سبحانه وتعالى ينزل المطر. المطر ده له بامر مدرب ولا بامر اداره، لكن ربنا. هو بامر ربنا سبحانه وتعالى، لان كل مجتهد وكل واحد مخلص وكل واحد قريب من ربنا، ربنا بيديله. صح. فالمطر نزل لان الترتان، اتنين نجوم كبار لعبوا على الترتان، نار بتطلع منه حتى لو في الشتاء. يعني لو في امطار، يعني قصدي في جو برد، حرارة الترتان بتبقى صعبة جدا، فالمطر ينزل عليها. اللي كان المدرب بيفصلها لنا بيقول ان احنا عاوزين اجيبهم في الحر عشان يلعبوا الساعة 3 العصر يا كابتن، و3 العصر في درجة حرارة 36 تنزل 26. يبقى ده توفيق ان ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا درجة الحرارة 26. هو بالحاجات حضرتك بتكلم عليها روح للكابتن ماهر، كل الجزئيات اللي اتكلم عليها الكابتن فتحي نصير اعتقد أجزاء مهمة، لكن الجزء الأهم كمان ظهور شخصية البطل، وده اللي اتكلم عليه يمكن كابتن محمود الخطيب قبل ما البعثة تسافر، إن أنتوا تروحوا بشخصية البطل. شخصية البطل
الحائز على النسخة التاسعة شخصية البطل من خلال التاريخ، وده اللي ظهر من أول دقيقة في المباراة يا كابتن ماهر. بالظبط يا كابتن يعني زي ما قلت كده، وعايز أكد على كلام الكابتن فتحي بالنسبة للتوفيق. هو المنظومة بتاعت الأهلي كلها فيها توفيق بشكل كبير، من مجلس الإدارة، من رئيس النادي، للجنة التخطيط، للعيبة، لجمهور النادي الأهلي، وتملي المنظومة بتتعب وبتجتهد، ومن هنا بيجي التوفيق. عارف انت لو المنظومة مكسلة أو مأخرة أو مقصرة في قرارات، في لوائح، في تنظيم، في جهاز فني يعني ما بيتابعش مباشرة، ما بيجتهدش، ما بيذاكرش، لعيبة ما بتحافظ على نفسها، لعيبة ما بتجتهدش في الملعب، لما بيحصل نوع من الخسارة اللعيبة بتأنب نفسها وبتحاول بسرعة عايزة المباراة التانية تيجي بسرعة عشان تبدأ تعوض. هي كل ده اللي ذكره الكابتن فتحي، كل ده موجود في منظومة النادي الأهلي، منظومة البطولة. النادي اللي حقق 42 بطولة، حقق كأس أفريقيا 9 مرات، كل الكلام ده نتيجة المجهود اللي بتبذل من المنظومة، كل واحد بيكمل التاني. يعني طول عمرنا احنا متورثين من مجالس الإدارة المحترمة للأجهزة الفنية اللي بتيجي وبتشتغل وبتحاول ان هي تنجح، من اللاعبين بيكملوا بعض، فكل ده هاني بيجيب توفيق. لو ما كانش في يعني المنظومة دي ككل بالمجهود اللي بتبذل فيها بشكل احترافي، ما كانش هيبقى في توفيق بهذا الشكل. يعني عايز اقول لك احنا في المباراة دي كل الناس والأهلاوية 70 مليون و 80 مليون حاسين النادي الأهلي هيكسب، من شكل اللعيبه وهي في المطار، من شكل اللعيبه وهي في التمرين، من شكل اللعيبه وهي مركزه في الاكل، في النوم، في النظام. من اول ما الحكم صفر خلاص احنا كلنا احساس النادي الاهلي هيكسب. واضح ان البدايه الشخصيه اللي اتكلم عليها هاني، شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي، هي دي اللي احنا تعودنا عليها واللي تعود عليها الجيل ده. فدي مش سهله ومش موجوده في حتت كتيره جدا فجميع المنظومات الموجودة حوالينا. هو النادي الأهلي بس اللي مميز بهذه الشخصية، شخصية البطل واضحة قوي في الكيان ككل، الجهاز الفني والإداري واللاعبين وجمهور وراهم اللي هو بيسندهم بشكل كبير وعنده ثقة في هؤلاء اللاعبين، واللعيبة كمان عنده حسن ظن الناس. يعني اللعيبة بصراحة عملت مباراة كابتن هاني من أفضل المباريات اللي شفناها من خلال الثلاث أربع سنين اللي فاتوا في هذه البطولة، مع الظروف طبعا صراحة الموجودة، بالرغم طبعا أن طبعا الحمد لله كان موضوع الحرارة كان قليل، لكن كان مازال طبعا النجيل الصناعي كان بيختلف كتير جدا، وشفنا يعني في لقطات كده من المباراة أن يعني ما كانش برضه مساعده اللعيبه بشكل كبير. كنا خايفين على اللعيبه بالنسبه للاصابات، اصابه مثلا محمد شريف كنا قلقانين عليها، لكن كل اللي حضرتك بتتكلم عليها كابتن ماهر ان الاصرار، وان كان دايما كنت بقول لهذه المباريات هي مباريات لعيبه، حتى في اداره فنيه وقامت بدور اكتر من رائع، لكن اللعيبه نفسهم داخل الملعب اعتقد كانت من افضل المباريات على المستوى الفني، على مستوى التركيز، على مستوى التحركات، على مستوى تقسيم المباراه نفسها من حيث اللياقه البدنيه، ان انت امتى تضغط وامتى تقف، كل الامور دي يعني طلعت صوره اكتر من رائعه. والنادي الاهلي بيكسب 3-0، الفرقه دي عمرها ما اتغلبت بهذا الرقم من يعني من عدد الاهداف على ملعبها. كل كونغو يعني على مجال على مجال تاريخ الكونغو لم يخسر له اي فريق او فريق مصر كسبه هناك، كسب بره يعني مش الفرقه دي بس، الفرقه دي اول مره تغلب 3 كمان بهذا العدد من الاهداف يعني وعلى ملعبها وعلى اراضيها. هو دي حلاوه الاداء يا كابتن هاني والدروس المستفاده من سيمبا. احنا استفدنا من سيمبا ارضيه الملعب والحراره والرطوبه وكبيه الجري والتنظيم الدفاعي والهجومي، ما كناش موجودين بالصوره اللي تواجدنا بيها في هذه المباراه. وبعدين رحنا على ملف الدوري، بدأنا نظهر بقى الشخصية، بدأت تظهر في مباراة طلع الجيش والأهداف الكثيرة اللي احنا ضيعناها، وبعدين في تكلاب 2-2 والأهداف اللي احنا ضيعناها. فالنهارده انت بتستفاد من الأخطاء دي والإسماعيلي بتستفاد في المباراة دي زي ما انت اتكلمت، من الناحية البدنية، من الناحية الخططية، من الناحية المهارية، من تسجيل الأهداف. 6 فرص جبنا منهم 3 أهداف. كابتن ماهر حضرتك بتقوله ده، وبرضه بنجد البعض بالرغم من نجاحات المدير الفني، يمكن نتكلم على ارقام موسيماني دلوقتي بالتفصيل اللي احنا استعرضناها مع بدايه الحلقه، لكن النهارده برضه في من المتربصين يا كابتن فتحي اللي بيهاجم موسيماني، مش بس بيهاجمه يعني اللي بيحاسبه بالقطعه،
مباراة باي مباراة برغم من النجاحات اللي حققها النهاردة. النادي الأهلي عمره في تاريخ النادي الأهلي ما فيش حاجة عنده بالقطعة. احنا عندنا ما بنبيعش بالقطعة، احنا بالجملة، فبالجملة، واحنا بالسنة بالسنين مش بالأيام. لو احنا هنجزأها ان احنا بنحاسب بالقطعة يبقى احنا مش هنتقدم، لأن احنا وحدة واحدة. نتيجة النجاح ده كله ما هوش نجاح، يعني كابتن هاني بيقول لعيبة كويسين ومتميزين صح، بس لابد أن يكون عندهم جهاز فني يرسم لهم الطريق اللي هم هيوصلهم لهذا النجاح، اللي هيمشوا عليه، وعندهم جهاز إداري بيربط ما بين الفني والملعب واللاعبين، بين الجهاز الفني واللاعبين. مظبوط. وعندهم مجلس إدارة يعني كمظلة لكل الفرق الموجودة في النادي الأهلي، كل الألعاب، كل البطولات بما فيهم كرة القدم، دي كلها مصهورة مع بعض، دي كلها آلة بتتحرك مع بعض، لكن ما فيش وحدات لوحدها، ما فيش كل زهرة لوحدها في كل بستان زهرة، ما فيش الكلام ده. احنا عندنا واحدة واحدة هذا النادي. بالتالي أما بيجي مدرب والناس بتقول، اللي بتقول دولت مش هما قليل جدا يكونوا أبناء النادي الأهلي، او اللي بيحبوا النادي الاهلي، او اللي بيفكروا في النادي الاهلي، او اللي يعرفوا النادي الاهلي، ان هم يبداوا من دلوقتي ينتقدوا جهاز فني، او ينتقدوا مدرب، او ينتقدوا مدرب مساعد، او ينتقدوا طبيب، او انا ما انتقدش. انا في الارقام لا تكذب، اي رقم ما بيكذبش. كنا بنقوله النهارده ما فيش رقم بيكذب، لكن الكلام اللي في المطلق سهل جدا. يعني لما نقول احنا دلوقتي الجو النهارده درجه الحراره كام، الجو ايه، ممكن انت تقولي الجو النهارده كان حر، ممكن اني يقول لا الجو النهارده كان برد، بس درجه الحراره هي الفيصل. لكن لما حد يقول درجه الحراره كذا، اذا درجه الحراره بتعمل ايه؟ بالرقم صح. فاحنا عندنا ارقام، الارقام دي ما بتكذبش، الارقام هي اللي بتتكلم، وما حدش يقدر يناقش الرقم، ما تقدريش، لكن انت تناقشي الكلام المطلق. فإذا كان الناس اللي بتتكلم دي تكلمنا بأرقام، يعني تقول لنا والله الفرقة دي أصلها كذا، وضعها كذا، أي نعم في بعض الفترات بيحصل هبوط وده طبيعي وقلناه قبل كده، ومش متعودين عليه. ليه؟ لأن إحنا البطولات، الفرق العالمية، أي فرقة عالمية أول ما بتصعد وبتوصل للطب قمة الهرم، مفيش الهرم عمره ما له قمتين، في هرم له قمتين، هو قمة واحدة. فانت بتوصلي له مرة واحدة بس، ما تقدريش تحافظ على قمة الهرم دي سنين او شهور، ما تقدريش، لازم تنزلي وتطلعي تاني للهرم، للقمة التانية، للبطولة التانية. عايزين زمايلنا يعرضوا الجداول دلوقتي اللي احنا كنا واخدينها اول الحلقة عشان نشوف الارقام بقى، بما انه الارقام لا تكذب. كابتن تأييدا طبعا لكلام الكابتن فتحي مصير، ان اولا النادي الاهلي على مر السنين ما بيتعاملش بالقطعه دي نمره واحد، واتخاذ القرار خاصه قرار تغيير مدرب او مدير فني في فريق النادي الاهلي ده بيتاخد عن يعني بعد مشوار طويل وبعد تقييم على مستوى الارقام. هنعرض الارقام بتاعت موسيماني برضو علشان الناس تعرف، او الناس اللي بتتكلم. انا ما اعتقدش دلوقتي حد من جماهير النادي الاهلي بينتقد، اي حد بينتقد موسيماني اعتقد بره النادي الاهلي. اكيد مباراه فيتا كلوب اعتقد ادت ثقه كبيره جدا جدا، ورجعت الثقه زي ما بنقول في الاداره الفنيه، احنا كنا واثقين فيه، لكن كمان البعض اللي كان بيتشكك شويه في الاداره الفنيه اعتقد مباراه فيتا كلوب اكدت بشكل كبير جدا ان احنا عندنا مدرب قدير. في طبعا ارقام موسيماني عندنا طبعا احنا بنتكلم النهارده ان موسيماني لعب مع الاهلي من وقت قيادته للفريق 30 ماتش، في منهم 15 في الدوري، 4 في دوري الموسم اللي فات، 11 في الموسم ده، وفي 3 مباريات في كاس مصر، 9 مباريات في دوري ابطال افريقيا، و3 في الموسم اللي فات، 6 في البطوله دي الحاليه، و3 مباريات في كاس العالم للانديه، فاز في 23 مباراة كابتن نمار، وتعادل في 5، خسر مبارتين بس، وأحرز مع موسيماني من وقت توليه من شهر 9 تقريبا اللي فات بنتكلم لحد النهاردة 56 هدف، ودخل في مرمى فقط 15 هدف، وخرج طبعا بشباكه النظيفة في 18 مباراة. أرقام عايزك تحلل الأرقام دي،
يعني ارقام عالميه بالنسبه للمدرب بقاله 15 اشهر يعني. صحيح. يعني ارقام ما شاء الله يعني. احنا قلنا ان مستر موسيماني ده داخل في منظومه مانو جوزيه كده هيحقق ارقام وهيحقق نتائج يعني يمكن كمان ممكن يعدي مستر الارقام دي كمان مش ذاكره البطولات يعني مهم جدا ان انت خلال الارقام دي مش ارقام بس دي ارقام يعني مترجمه كمان ممكن الارقام دي من غير ما تاخد بطولات لكن على مستوى لو اتكلمنا على بطوله الدوري كان يعني فايلر كان قاطع فيها شوط كبير بالظبط لكن انت دخلت على نصف نهائي على مباراه الوداد على بطوله كبيره جدا البطوله التاسعه وفاز بيها دخلت بعديها على كاس مصر مع طلائع الجيش وفزت بيها بعد كده رحت كاس العالم للانديه وفزت بالبرونزيه يعني بنتكلم على ارقام بجانب ان الارقام دي اترجمت ببطولات وده الاهم يعني ممكن اعمل ارقام كبيره وما اخدش بطوله صح وخمس اشهر يا كابتن هاني وما عملش فتره اعداد برافو عليك يعني يعني كمان ظروف صعبه جدا بالنسبه له وكل 3 ايام مباراه ضغط مباريات مباريات مضغوطه كم المباريات المضغوطه كم الوقت الاصابات اللي عنده نتيجه المباريات المضغوطه كل ده مش عارف يلم فرقه هو عنده 30 لاعب او 35 لاعب او 32 لاعب زي الناس ما بتقول كويس بس فين السليم صحيح الرقم اللي شفته ووقفت عنده انهي رقم هو الفوز يا هادي 23 الفوز ولا الهزيمه 23 الفوز والهزيمه يعني الهزيمه 2 يعني ده بياكد لك ان هو في المكسب عنده اقوى خط هجوم موجود في افريقيا صحيح. وعنده اقوى خط دفاع موجود في افريقيا وعنده احسن حارس موجود في القاره فيعني الحمد لله رب العالمين احنا عندنا مكاسب كثيره جدا غير النتائج اللي قدامنا انت النهارده طبعاً. يا هاني عندك يعني مباراه فيدا كلاب اللي احنا كسبنا فيها 3-0 اكد كمان احنا كان في مشكله في الخط الامامي ان احنا كنا بنتكلم على ثبات الخط ده عايزين يحصل فيه تثبيت لبعض اللعيبه عشان نبدا يبقى اكتملنا يبقى حارس المرمى فيها تثبيت خط الظهر فيه تثبيت وسط الملعب المدافع في تثبيت خط الامامي بعد المباراه دي بقى في تثبيت فانت النهارده بقى عندك فرقه يعني كامله وثابته والثبات ده احنا شفنا بيجيب النتائج الايجابيه بهذا الشكل وبيجيب الاداء اللي جمهور النادي الاهلي بيحبه الاداء المتميز لينا مع احراز الاهداف بالظبط فهو الراجل بيتكلم خط هجوم في البطوله يعني تاني افضل خط هجوم على مستوى الاهداف حتى في البطوله دلوقتي في دوري المجموعات بالزبط. يعني حتى لو بنتكلم على ثبات مفيش ثبات بشكل كامل لكن المعدل للاهداف ما شاء الله معدل عالي نتكلم على تاني افضل معدل اهداف في مستوى البطوله اعتقد بعد سان داونز انت حرست تقريبا 10 مباراتين 3-3 يعني بالظبط مباراه 3 مباراه المريخ 3 والمباراه دي 3 وفيتا 2 فعندنا حتى الحاله الهجوميه ما شاء الله كويسه يعني بالرغم ان احنا بنقول مين يتثبت مين يروح ويجي لكن زي ما بنقول الارقام ليها دلائل وكمان الهزيمه انت بتتكلم 30 مباراه اتغلبت ماتشين منهم ماتش ضد البايرن ميونخ فاعتقد نتائج ايجابيه بتحسب كمان لشخصيه الراجل هاني شخصية يعني طبعا في جرأه وشجاعه منه خسرت كام 1-0 المباراه الثانيه اللي في افريقيا خسرنا 1-0 من سيمبا. من ضربة حظ يعني هو لو خد الكرة دي يشوطها مثلا 100 مرة خط الهجوم كابتن فتحي شايفه دلوقتي متكامل زي ما كابتن ماهر بيتكلم يعني النهارده الانسجام اللي شفناه امبارح في مباراه فيتا كلاب والاهلي ما بين محمد شريف مروان وربطه بين الخطوط ما بينهم كمان طاهر واجاييه شفت التوليفه ديت ازاي وجهه نظرك بداوا اللعيبه اللي هم جاهزين بداوا بيلعبوا مع بعض فاحنا حسينا بالاندماج دلوقتي فانصهروا مع بعض مقتنع بثبات الخط الهجوم ده مقتنع بيه كابتن فتحي النتيجه هي اللي تخليك تقتنع ام لا يعني النتيجه اللي حاصله هي اللي تقول لنا فبترد واحنا بنلعب عشان نجيب اجوال نعم. فالاجوال جت فما اقدرش ان انا اقول ولا غيري يقول ان هذا الاسلوب او الطريقه دي ما تنفعش لكن برضو اقول لكل مباراه لها طريقه لعب كل مباراه لها اسلوب لعب وكل اداء له خطه وكل خطه وطريقه لها مجموعات لعيبه تنفذها كل دي العمليه ما بقاش زي زمان الناس فاكره انها بتنزل بال11 و11 هم يلعبوا جميع الماتشات مش هيلعب كل 3 ايام مش هيلعب هو سليم طبعا مش هيلعب هو في كورونا مش هيلعب في حاجات كتير عوائق قدامك بتخليكي ما تقدريش يعني اي مدرب بتمنى الفرقه تبقى سليمه بس عمليه الروتيشن يا كابتن حضرتك بتتكلم في بطولات كتيره ومسابقات كتيره وكل 3 ايام ماتش كابتن ماهر كمان يكلمنا على النقطه ديت ان عمليه الروتيشن سلاح ذو حدين
وفي في بوزيشن كده ممكن تقول اه ممكن اثبت فيه شويه. حراسه المرمى ما تقدرش تلعب فيها بشكل اساسي. يعني انت بتتكلم كل الناس بتتكلم مثلا على تثبيت راس الحربه، بس تثبيت راس الحربه برضو حسابات المدير الفني. طب انا عندي كل ثلاث ايام ماتش، طب هثبت واحد اديله مثلا ماتشين ثلاثه، ولا هيبقى جزء من الماتش ونازل الثاني؟ حسابات مختلفه. لكن تعتقد بعد ان شاء الله التوقف هو في خمس ايام راحه، وبعدين في توقف بالنسبه لل علشان الاجنده الدوليه. عمليه تثبيت راس الحربه ديت مطالب بها بشكل كامل موسيماني انه يثبت مثلا محمد شريف ويبقى بواليا بينزل على فترات، ولا انت شايف ان الروتيشن وارد خاصه في الرباعي الامامي؟ يعني هو بص يا هادي، زي ما قلت ان بدايه التثبيت واضح قوي، انت من خط حراسه المرمى الرباعي اللي في خط الظهر ثلاثه نص الملعب اللي موجودين ده هيبقى ثبات بالنسبه لهم بشكل واضح. يعني التغيير كله كان في الحته القدامانيه دي صحيح. ومع راس الحرب، يعني الثلاثه اللي تحت راس الحرب مع راس الحرب هو الراجل كان بيجرب. يعني برضك التدوير ده كان ليه دور برضك مهم جدا، كان عنده اجهاد وعنده اصاباته، فالنهارده بيشوف مروان اخباره ايه، بيشوف شريف اخباره، بوالي اخباره ايه. لكن اللي بيتفوق بقى انا في رايي اللي بيتفوق وبيمسك في الفرصه خلاص هو ده يثبت. يعني واخد بالك، العب بيه بقى اللي بكسب بيه العب بيه، وبعدين لما الامور يعني ربنا يكرمني بالظبط، يعني مع ربنا يكرمني بقى كسبان اخر ربع ساعه اقدر ادي مثلا لعيب وهكذا. فدي بترجع لاساسه المدرب واستراتيجيته في الشغل يعني. لكن اللي احنا شفناه وتعودنا عليه اللي انا بقول لك مهم جدا حته الثبات. الثبات بيدي نوع من التفاهم يا طبعا بالذات الاربعه اللي قدام. قعدنا نتكلم على قلبي الدفاع، محتاجين ان اتنين يبقوا ثابتين. لما لعب ايمن اشرف وبدر فبدات الخطوره الحته اللي ورا نطمن عليها بشكل كبير بوجودهم. بمناسبه بقى لما حصلت اصابه لمعلول اضطرينا نودي ايمن اشرف على الطرف، ونزل ياسر اللي انا بحييه المباراه اللي فاتت، يعتبر من نجوم المباراه في مباراه فيتا كلاب المباراه الثانيه. هو عاده تكمله الكلام كابتن ماهر يا كابتن اتفضل، ثبات التشكيل العلم بيقول كده والدراسات بتقول كده وكل العالم بيقول كده، وفي بطولات كاس العالم بنلاحظها مع الفرق اللي بتكسب بطوله. الفرق عشان يعني هنقرب ونرجع لفرقتنا. اي فرقه بتكسب بطوله كاس عالم لو احنا جبناهم كده من 90 لغايه 2018 كل فرقه كسبت كاس العالم لو بجيب فرقهم بجيب اللعيبه بتاعتهم كلهم بلاقي في 8 في الفرقه ما اتغيروش، لعبوا السبع ماتشات بتوع كاس العالم. بس بتبقى القائمه محدده كابتن وبطوله مجمعه غير دوري وغير بطوله طويله. يعني انا هوصل لحد يعني خلينا نوصل بيه. اذا 8 وبيغير في 3، والثمانية في منهم ناس اللي ما بيتغيروش بقى الثلاثه. انت بتقول لي انهي 8 في الملعب؟ في حارس المرمى ما بيتغيرش، في السيرد باك اللي هو قدامه ما بيتغيرش، في متوسط المدافع الديفندر ده واحد ما بيتغيرش، في بلاي ميكر ما اتغيرش، في راس الحربه ما اتغيرش. خمسه لا يمكن يتغيروا. العمود الفقري كويس. اما نيجي نطبقه في الدوري المصري ما ينفعش. ما احنا عارفين العلم صح وعارفين الصح ده كده. ما تقدريش تطبقوه هنا. ليه؟ عندك كورونا. عندك زي ما كابتن ماهر بيقول لك ايه؟ ايمن اشرف بقى جوه، بعدين علي معلول اتعور فطلع بره. اصابات. اذا في خلل اهو مش هيقدر. عندك اصابه. عندك كورونا، عندك ضغط مباريات. اذا الثلاث حاجات دولت ضدك. بالاضافه ايه الى انذارات وكروت حمراء وصفراء والالوان دي كلها بتهدلك المبنى اللي انت عامله، فما تخليكش تثبت. فما يعني الناس اللي بتتكلم ارجو انها تهدى، والناس دي فاهمه اللي هم الجهاز الفني فاهم والجهاز الاداري عارف، مجلس اداره فاهم الكلام اللي انا بقوله ده. صحيح. ان الشكل ده، وانا بقى انا جبت ليه كاس العالم عشان افهم الساده المشاهدين ان فعلا احنا مع التثبيت، بس ادونا فرصه نثبت. طب انا واحد اتعور علي معلول او ايمن اشرف هخليكم مش هثبت، مش هطلعه بره عشان يلعب مكان، لا فبضطر اغير. انا غيرت كم مركز دلوقتي؟ غيرت 2. حتى محمود وحيد لما جه وتعور تاني مكان غيرت 2. ليه؟ ان انا جبت ايمن اشرف
فبقى ظهير جديد، وهجيب واحد تاني بدل ايمن اشصر اللي هو ياسر، يبقى انا غيرت اتنين في خط الظهر. هتقول لي فين الثبات؟ مش بمزاجي اطلع لنص الملعب نفس القصه، اطلع لراس الحرب نفس القصه. عشان كده احنا ما صدقنا ان مثلا شريف ان هو قلنا بقى كويس لما وقع واتعور خوفنا. ليه؟ لان احنا عايزين نثبت، مش بايدينا، راح طلع ما كملش الماتش. يعني احنا عايزين نثبته، هو لا يكتمل الماتش. على كل كابتن فتحي، هو مستر موسيماني ادار ماتش فيتا كلاب امبارح ببراعه وحقق غرضه من هذا من هذه المباراه. يعني خلونا نطلع لفصل، وبعد الفاصل نناقش حضراتكم بخصوص القرارات. النهارده طبعا كان في اجتماع مهم جدا لاتحاد الكوره او اللجنه الثلاثيه اللي بتدير كره مصر، النهارده اخذت بعض القرارات. نحب طبعا نتعرف على راي كابتن فتحي نصير وكابتن ماهر همام في هذه المقترحات في البيت الكبير بعد الفاصل. بجدد الترحيب بحضراتكم وطبعا بضيوفنا الكبار الكابتن فتحي نصير والكابتن ماهر همام. قبل ما نخش في قرارات اللجنه الثلاثيه النهارده، تعليقا على التقرير ثلاث نقاط سريعه جدا بنتكلم فيها. نمره واحد، افشا بيعمل مش ريكورد لكن رقم كويس قوي، احرز 5 اهداف على مستوى البطولات الافريقيه، بيعادل فيها نجوم كبار جدا. وكمان النهارده افشا في التشكيله المثاليه للجوله الرابعه في هذا الاسبوع او في الجوله الرابعه للتشامبيونز ليج الافريقي. كمان كان النسخه اللي فاتت رغم التعادل الاهلي مع فيتا كلاب 2-2 لكن كان موجود افشا كمان في التشكيله المثاليه اللي بيطلعها الكاف، وده بيدي شكل وبيدي انطباع ان فعلا افشا اولا ماشي بشكل اكتر من رائع رغم الانتقادات في الفتره الاخيره، وانه بقى عنصر مهم جدا جدا يا كابتن ماهر في النادي الاهلي. واضح الفارق طبعا في نص الملعب بالنسبه لوجود قفشه مع اداء النادي الاهلي، والفارق ده واضح في كمان ان هو يعني يمكن الهدف اللي جابه في فيتا كلاب كمان ده مش مكانه، رايح ناحيه الجناح. صحيح، عمل لنفسه خلق مساحه واخد بالك واستلم وبعدين صوب وحصل توفيق طبعا ضربت في العارضه ودخلت، فده بيأكد لك ان هو اللعيب بدأ يطور نفسه بشكل كبير جدا في الجزئيه دي، ان هو كمان بيوصل للصندوق وبيحاول يدي له فرص كتير ويجيب جوال بشكل كبير. غير صناعه اللعب يعني حتى عليك. كمان المباراه اللي كانت موجوده في مصر عمل هاف كروس جميل لأجايل في الدوري العام، افتكر في مباراه الاسماعيلي عملها بدماغه بشكل كبير. دي التشكيله المثاليه كابتن طبعا للاسبوع الرابع او الجوله الرابعه من ذا تيم اوف ذا ويك، وتواجد طبعا أفشا بشكل كبير. حتى الجوله اللي فاتت كمان الراوند 3 كان متواجد، فده عن طريق الكاف اللي الناس شايفه. كمان بعض الناس بتقول لا أفشا يعني مستوى متراجع، لكن الكاف والاداء في الملعب و احرازه هدف بيبقى غالي جدا، وحضراتكم عارفين ان الهدف الثاني ده في اعتباري كان قتل المباراه بشكل كبير جدا يعني. بالظبط، فعايز اقول لك هاني ان هو يعني ماشي بخطوات ايجابيه جدا، وهو بيجتهد على نفسه بشكل كبير. يعني شخصيه أفشا موجوده في الملعب خلال تحضيراته لزمايله، مساعدتهم، محاولته لاحراز الاهداف، صانع العاب، عمل لنا فرق بشكل كبير جدا في خلال الفتره اللي فاتت، كان مؤثر بشكل كبير في حته احراز الاهداف اذا كان داخل مصر او خارج مصر. عايز اقول كمان تواجده في المنتخب الفتره اللي فاتت وكان بيقدم اداء جيد، فانا شايف ان أفشا من ضمن اللعيبه اللي تستاهل فعلا الفتره ديت يكون رجل في كل المباراه بيأدي فيها بشكل جيد يعني. صحيح. طيب خلينا نروح لاجتماع النهارده اللي كان ما بين اللجنه الثلاثيه وانديه الدوري الممتاز. كان في عده قرارات الحقيقه النهارده، يمكن الانديه رفضت اللعب من دون الدوليين، النهارده كمان رفضت اللعب اثناء فتره الالعاب العاب اولمبياد طوكيو. قرات مجمل، المفروض انه اجتماع زي دوت جاء ليرضي جميع اطراف المنظومه الرياضيه، الى اي مدى عمل ده؟ لا، ما هو يرضي المنظومه مش كلها مش متضرره من مثل اللعبه الدوليين في الاولمبياد، لان لو نبص اكتر نادي متضرر هيكون النادي الاهلي. انا هتكلم عن النادي الاهلي، ما طبعا في نادي الزمالك وفي انبي وفي الاتحاد وفي انديه، بس اكبر عدد موجود هو في النادي الاهلي. إذا صعب جدا إن هؤلاء اللاعبين، يمكن اتكلمنا فيها زمان،
على ان مجموعه اللعيبه اللي هم موجودين في الاولمبياد انها تتصفى وما بقاش موجوده عندنا صعبه انها بالنسبه لهم. الحاجه الثانيه انك دي انك تلعب من غير اللعيبه الدوليين في الاولمبياد. اللعيبه الدوليين العاديين برضو هيتضرر الاهلي والزمالك اكتر انديه اللي هي من عندها اكتر انديه اهلي وزمالك، لان مش كل نادي لو عندك لاعب ولا اتنين ماشي، لكن ده عندك بخمس ست لعيبه من كل فرقه وممكن سبعه وكاس مصر كمان طبعاً. طب مش ممكن يا كابتن يبقى العدد يعني نربطها بعدد، يعني مثلا لو عندك عدد اكتر من ثلاث لعيبه متواجده مع المنتخب او المنتخب الاولمبي ممكن يكون في تاجيل لمبارياتك، لكن لو عندك اقل تلعب، لان انا شايف هو طبعا مهم، مش هنمنع طبعا المنتخب الاولمبي لعيبتها تلعب، لكن يعني استقرار المسابقه، وده بتكلم للي جاي للتاريخ اللي جاي، مش من الافضل حتى لو على مستوى المنتخب الاولمبي يكون في عناصر بتلعب الاولمبيات والدوري شغال، ولا حضراتكم شايفين ان الموضوع هيبقى صعب؟ هيخش فيها حاجات تانية مش عايز اذكر، يعني على سبيل المثال ايه، انديه تخلي المدرب ياخد بدل اتنين لعيبه ياخد ثلاثه عشان تنطبق عليه القاعده عشان في حاجات هتحصل، مش شرط انها تحصل مباشره، لكن لازم تفكر في كل حاجه، هو مش قرار القرار وتشوف. ممكن تنظم يا كابتن بقرار يبقى واضح خلاص من السنين اللي جايه ان شاء الله الاولمبيات اللي جايه، لا الدوري مستمر حتى لو عندك اربع خمس ست لعيبه في المنتخب الاولمبي، لا يروحوا يلعبوا والدوري يستمر، استقرار المسابقه نفسها في مصر، استقرار المسابقه. وانا برضو انا بصرف على بطوله وبصرف على فرقتي، وجماهير طالبه مني نتائج، واللعيبه دي تمثل ليا جزء كبير من النتائج دي، حتى لو بدلاء مش الشرط بيلعبوا اساسيين اربعه خمسه، لا احنا انت بتيجي في كل مباراه. احنا خلينا نتكلم، يعني مش عايز اتكلم في على الانديه كلها، بنتكلم في النادي الاهلي في حدودنا. احنا بنقول النادي الاهلي دلوقتي ممكن وانت بتحط الفرقه بتلاقي سبعه ثمانيه بره لاسباب، كل في اسباب مختلفه مش موجودين معاك، يعني بتجيب ال 18 بالعافيه وثمانيه اهو دخلت لك في 26 28 لعيب، منهم اولمبياد كتير، منهم لعيبه هيلعبوا في الاولمبياد. هي الدوري هيفضل متلخبط كده وهيفضل مضغوط كده وهيفضل في هذا الوضع كده الى ان ان هم لازم يحصل في سنه لازم يكون لها حل، لان كل مجلس اداره هيبصيها للي جنبه، ده بيرحل للي بعده هيرحل للي بعده، يعني هم عشان يحلوها بالطريقه الامثل قال لك هننتهي في اكتوبر في 30 سبتمبر ويبداوا بعد كده الدوري الجديد. طب لما يبدا الدوري الكبير مش الدوري الثاني، مفيش راحه، يبقى مفيش فتره تلاحم مباريات وعدد مباريات، مفيش فتره اعداد، برضو اصابات، برضو كده يا جماعه. لا الفراغات زي السنه اللي فاتت يا كابتن فتحي، نعم زي السنه اللي فاتت، زي السنه اللي فاتت. وبالتالي احد اسباب انخفاض مستوى لاعبين او فرق عدم وجود فراغات للمدربين انهم يشتغلوا. يعني انا مدرب عارف ان ده غلط بس عاوز اصلحه، طب اديني الوقت ان انا اصلحه. طب يا كابتن ماهر كمان على مستوى اللعيبه، اللعيبه كمان علشان تدي بشكل كبير لازم يكون في فترات راحه، ودايما المدربين يقول لك حتى فترات راحه ابعد خالص عن الكوره، يعني قضي بقى مع عيلتك وقت كويس، ابعد خالص عن الكوره عشان لما ترجع يبقى عندك تاني، عندك طاقه، دوافع تانية، دوافع جديده. ف رايك ايه يا كابتن في موضوع اولا في قرارات النهارده بالنسبه للاتحاد او اللجنه الثلاثيه؟ انا يعني شايف القرارات تتاجل بقى للسنه الجايه يا هاني، ونشوف كده الدوري للمحترفين اللي في السعوديه، واخد بالك بيلعبوا بدون الدوليين وبيلعبوا بدون اللعيبه المنتخب الاولمبي، وعايز اقول لك ان بتبقى فرصه ان فرقه تانية بتاخد البطوله، بتاخد الدوري والاتفاق ياخد الكاس، واخد بالك يعني تتوزع البطولات بالزبط. يعني على الانديه بالظبط، يعني بتبقى فرصه للانديه ان هي تقدر تاخد دوري، تقدر تاخد بطوله كاس، تقدر تاخد بطوله السوبر، وبعدين في نفس الوقت كمان تشغل دكه الاحتياطي دي، يبقى انت عندك فرصه ان اللي قاعدين على الدكه دول يلعبوا، واخد بالك. فاحنا لو اتحددت يعني السنه الجايه بس تنظيم بشكل كبير، وبعدين من موسم لموسم انت في اصابات فعلا صعب جدا، انت حتى لو مكنه شغاله بيبقى لها يوم ساعه راحه ولا، واخد بالك. فاحنا النهارده داخلين في الموسم الثالث على التوالي، هنخسر اللعبه دي. وانا عايز كنت بكلمك كابتن هاني دلوقتي ان احنا كمان حتى منتخب مصر مش شايفين فيه هيكل ولا شكل ولا كيان،
لمنتخب مصر خلال الفتره اللي فاتت دي. يعني احنا نتائجنا كان صعوبات يا كابتن برضو، كان احنا تقريبا قعدنا اكتر تقريبا من 8 شهور او 9 شهور ما فيش منتخب بسبب طبعا كورونا، لكن اعتقاد الشخص ان شاء الله يعني المشوار اللي جاي عندنا لعيبه كويسه، عندنا المحترفين بشكل كويس، كمان الدوري افرز لعيبه في اعتقادي انها لعيبه لا باس بها على المستوى الدولي برضك مجهدين هاني يعني، واحتمال اللعيبه الاجانب المحترفين ما يجوش، ما تعرفش الظروف بالنسبه لهم ايه، لكن اللعيبه اللي موجودين بقالهم سنتين في شيء من الاجهاد واقع عليه. فالنهارده لما يروح المنتخب هو كمان عايز مجهود تاني واخد بالك باور تاني عشان يقدر يحقق الهدف بالنسبه مع المنتخب. ما المنتخب يعني محتاجين نروح كاس ان شاء الله، نروح كاس افريقيا وعندنا تصفيات كاس العالم. بكره ان شاء الله كابتن حسام البدري هيعلن القائمه، حتى قائمه المحليين المحليين احنا خلاص السته الدوليين او السته المحترفين خلاص عارفينهم. فانت عندك مزيج، عندك لعيبه دلوقتي محترفه ماشيه بشكل اكتر من رائع، عندك كمان لعيبه على مستوى الدوري المحلي اعتقد برضو ماشيين بشكل كويس، ومعظم لعيبه المنتخب تبقى اهلي وزمالك، يعني معظم لعيبه المنتخب تبقى من نادي الاهلي والزمالك. الزمالك فنيا لا باس به رغم طبعا الهزيمه امبارح، لكن لا باس به على المستوى الفني الاهلي طبعا ببطولاته ولعيبته. فاعتقد المزيج ده هيفيد، او المزيج ده هيفيد الكابتن حسام البدري في الماتشين اللي جايين بشكل كبير. يعني نتمنى يعني ان شاء الله المزيج ده يبقى. عايز اضيف نقطه لكم برضه يا كابتن ماهر، اللعيبه او ان احنا ناخد مثل نقول المملكه العربيه السعوديه الدوري بتاعهم هناك شكله ايه وكده، وبيلعبوا اللعيبه بالدوري شغال والبطولات شغاله وكده، لان عندهم هناك 7 اجانب، انت بتلعب 7 من 11، 7 لعيبه اجانب يعني بيلعب ب4 لعيبه بس. يعني 4 من المملكه بيلعبوا زائد 7 اجانب، ادي ال 11. طب 4 سهل، لكن انت هنا ما فيش يعني العدد، يعني ما نقارنش دي بدي، لكن هي عايزه تنظيم وعايزه جراه، يعني تنظيم وجراه وعايزه حسابات صح، بحيث ما نضغطش برضو على الانديه بتصرف، الانديه تدفع فلوس، الانديه جماهيرها بتطالبها ببطولات، مش بتطالبها انها بتطالبها بالنتائج وبتطالبها ببطولات. فبرضو لازم يكون في ميزان من ذهب في ان احنا نقول هنلعب بدون الدوليين او هنلعب بدون لعبة المنتخب الاولمبي او هنلعب كاس مصر في المرحله الاولى من غير الدوليين، ماشي ممكن هتلاقي لعيبه، لكن بعد كده في البطوله بتتحسب لك. بدايه يعني من دور الثمانيه ونصف النهائي والنهائي يتلعب الدوليين، يعني عايزه تنظيم معين. عايزه فكر معين، توزيع معين، ميزان من ذهب انك تظبط الحاجات دي كلها وتربطها وتراعي ان الانديه دي انديه يعني مطلوب منها، زي ما مجلس اداره الاتحاد مطلوب تطوير كره القدم في مصر، مطلوب من الانديه انها تقدم لجماهيرها اداء وبطولات من خلال لعيب، ازاي يكون لعيب وبدفع له فلوس وما استفدش منه. النهارده كابتن هاني بالنسبه للاجتماع ده معمول لرؤساء الانديه، معظم رؤساء الانديه ما حضروش. لا مندوب يعني هو في مندوبين راح ممثل الانديه مش الرؤساء. لازم كمان يروح. لا هو كان النهارده عشان هو مش لازم يا كابتن، اذا كان عنده طلبات هو كمان يقدر. لا انا هو كل طبعا النادي بيبعت مندوبه طبعا بالتواصل مع رئيس النادي، انت رايح برساله كذا كذا كذا، يعني ده كان ده النهارده كمان موجود. القرارات دي هتنفع الانديه؟ هل القرارات دي سليمه؟ هل يقدروا ينفذوها؟ احنا كنا بنتكلم انا وكابتن فتحي دلوقتي ان يعني هتبقى صعب انك انت هتحرم الانديه دي من اللعيبه الدوليين. يعني هو في قرارات كده برضه بقيه القرارات هنناقشه مع حضراتكم، لكن نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل حوارنا الرائع مع الكابتن فتحي نصير والكابتن ماهر همام. البيت الكبير لسه مستمر، خلصنا نتكلم عن الاهلي في مشواره افريقيا، قرارات اتحاد الكوره النهارده، مش عايزين نغفل الدوري كمان يا كابتن فتحي، في النهارده فريقنا لعب 11 مباراه في الدوري ولا 2 مؤجلات. وعايزه اتكلم كمان في ده عن الراحه السلبيه اللي منحها النهارده موسيماني للعيبه لمده 5 ايام، بما اننا بنتكلم عن ضغط وتلاحم المباريات. فكر حضاري، فكر علمي، فكر كره القدم المودرن فوتبول، كره القدم الحديثه، ان هو مش لاقي الدوري او مش لاقي النظام اللي بينظمه مثلا الاتحاد يدي هذه الراحات للعيبه عشان يرجع ياخد منهم، فهو خد هذا القرار وكان قرار صح ان يديهم الخمس ايام، انهم بيبعدوا عن الكوره الخمس ايام دولت، مش هيفقدوا اللياقه ولا هيفقدوا مهاره ولا هيفقدوا، بل بالعكس
هيشحنوا البطاريه، هيشحنوها ايه؟ يعني دولت هيتشحنوا نفسيا مهمة جدا وبدنيا، والعضلة بقى هترجع الاسترخاء الطبيعي. احنا بنعمل لهم استرخاء او حاجة بعد المباريات وبعد كده صناعية تلج وبتاع وكده، دي بقى طبيعية. انت لا عايزة تلج ولا عايزة اي حاجة، انت خمس ايام بعيدة عن الشحن. الجهاز العصبي بيستريح، وبالتالي الجهاز العضلي هيستريح، وبالتالي الناس قاعدة. فواحد يقول لك خمس ايام كتير، لا مش كتير. تقول لي ما يفقدش، لا يفقد اللعيبة عندها مخزون من اللياقة. تقول لي ما بيقدروش يجروا، لأنهم مجهدين. يعني المخزون اللي عندهم موجود، المخزون اللي عندهم موجود بس مش قادرين يطلعوه، لأن هم الجهاز العصبي تعبان. فالجهاز العصبي ده لما هيستريح هتقدر الإشارات تروح صح، هتقدر اللعيبة دي تديك، هتبقى هيرتفع مستوى النادي الأهلي بعد الخمس أيام دول، وهنشوفهم في مباراة الدوري إن شاء الله. مباراة الدوري يا كابتن ماهر، وأكيد حضرتك متابع مباريات الدوري، وإحنا هخش بسؤال على يعني الدوري. فرز للكابتن حسام البدري بعض العناصر ممكن يستفيد بيها في المنتخب الفترة اللي جاية، ولا أنت شايف إن لسه ما زال الدوري لم يبرز لعيبة على المستوى الدوري؟ لا ما شاء الله هاني، بصراحة الدوري بقاله دي السنة الثانية على التوالي يعني بيفرز لعيبة بشكل كبير جدا، والمنافسة قوية واضحة قوي السنة دي مع كل الفرق. يعني احنا شايفين حتى فرق ليها باع كبير جدا وقيمة زي نادي الإسماعيلي موجود في آخر آخر الجدول. صحيح. وفي وافد جديد زي السيراميكا، واخد بالك، والبنك الأهلي وأسوان وغزل المحلة، غزل المحلة كمان المحلة. بصراحة بنحييهم، يعني خالد عيد بصراحة بنحييه على الأداء اللي بيأدوه بشكل كبير. لعيبة محدش يعرفها من القسم الثاني، لكن عاملين شغل جدا مع خالد من المدربين اللي عندهم خبرة، اكتسب خبرة كبيرة جدا في الممتاز بيه وفي الدوري الممتاز. فعايز أقول لك إن لا، الدوري السنة دي أفرز لعيبة بصراحة على أعلى مستوى في كل الخطوط، من حراسة المرمى لخط الظهر لنص الملعب للمهاجمين. فانا شايف ان مين يا كابتن ابرز اللعيبه من وجهه نظرك، يعني انه يعني افضل لعيبه يعني في مستوى يعني الدوري لغايه دلوقتي شايف يعني شايف مين؟ يعني طبعا بصراحه في النادي الاهلي انا شايف طبعا الشناوي طبعا رقم واحد، محمد هاني، قفشه، حمدي فتحي، السوليه، في محمد شريف، في طاهر، الزمالك اشرف طبعا، محمد اشرف، ايمن اشرف اسف. الزمالك برضك فيه لعيبه مميزه، يعني الونش انا شايف برضك السنه دي بيأدي اداء جيد، طارق حامد طبعا، برضك لعيبه أمامة، كمان زيزو من اللعيبه المميزه. فانا شايف حسام حسن في سموحه كمان مميز، حسام حسن في سموحه برضك من اللعيبه المميزه. فانا شايف ان احمد ياسر ريان سيراميكا، احمد ياسر في سيراميكا، سيراميكا لان احمد ياسر برضك منتخب اولمبي بس يعني اول ما راح سيراميكا ظهر ما شاء الله، ممكن الكابتن حسام يستعد سبع اهداف او ست اهداف دلوقتي، حاجه جميله اللعيبه المنتخبين. يعني انا شايف الحمد لله يعني السنه دي في نخبه من اللعيبه في معظم الاماكن ومعظم الانديه، هتخلي الكابتن حسام يعني يختار بشكل احترافي. وكابتن حسام من الشخصيات المحترمه اللي عندها شفافيه وعداله في التوزيع، صحيح، ومتابع بشكل جيد جميع مباريات الدوري، بيقيم الناس كلها هو وجهازه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للمنتخب في المباراتين اللي جايه. يعني السلبيات اللي رصدتها في الموسم ده يا كابتن فتحي في الدوري؟ ضغط المباريات فقط؟ لا، ما الضغط بيؤدي الى كثره الاصابات، يؤدي الى ان المدربين ما بتشتغلش. تقول لي الله المدربين ما بيشتغلش؟ ما بيشتغلش، ما المدرب مش شغلته انه يعمل ريكفر او يعمل استرخاء للعيبه ويجهزهم للماتش اللي جاي. المدرب يصلح اخطاء المباراه السابقه، المدرب يحضر اللعيبه، يزود امكانياته. المدرب ده بيتغير على طول. ده في المدربين، ما هو غير المدربين، لسه ما هي دي نقطه. وبعدين دول المدربين الثابتين، اما المدربين المتغيرين اللي بتغير كل شويه برضو، سرعه تغيير المدربين دي ظاهره، لان انت كمجلس اداره انت اللي جبت هذا المدرب. ادرس كويس قوي هذا المدرب وشوفه، اعرف الاخطاء فين. مش ممكن تكون من المدرب، يبقى لو من المدرب يبقى من اخطائك انت، مفيش داعي ان انا اغير وسيله. لازم مش بالقطعه زي ما بنقول يا كابتن، لازم نتكلم، لازم نديله فرصه. لان اللي اختاره انت، طالما انت اخترته تتحمله وتختار بعنايه. طيب، وحاجه ثانيه بتختاريه
تمشي ده وتجيب مدرب تاني. مين جاب المدرب التاني ده؟ انت. وترجع تاني تغيره. الله. الفكره يا كابتن ده بيأثر بالسلب. يعني عندنا مثالين كده. عندنا مثال طبعا النادي الاسماعيلي، تغيير المدربين من اول السنه كان تغيير كتير جدا، في بعض المدربين راحوا لمده 24 ساعه، تغيير على مستوى الاداره الفنيه كان كتير جدا مأثر دلوقتي. على الجانب الاخر رغم النتائج مش على مستوى الموسم اللي فات، بتكلم على نادي المقاولين، كان في استمرار للكابتن عماد النحاس والاداره كانت شايفه ان دي كبوه وهتعدي. فالفرق ما بين الناديين، هل يستطيع دلوقتي نادي الاسماعيلي يخرج من هذه الكبوه؟ وحضرتك تشرح لي ازاي انت والكابتن ماهر همام ايه السبل خروج الاسماعيلي من الازمه اللي فيه؟ الانتاج الحربي كمان يا كابتن، الانتاج الحربي كمان يعني كان السنه فاتت فين ودلوقتي فين بالظبط. فخلينا نتكلم ازاي النادي الاسماعيلي، كلنا بنحب النادي الاسماعيلي بصراحه، ازاي ممكن يخرج من الازمه ديت او من الكبوه اللي هل تغيير على المستوى الاداري، هل تغيير على مستوى اللاعبين، هل تغيير على مستوى الاداره الفنيه؟ نبدا بالكابتن ماهر اتفضل. بص يا كابتن هاني، بالنسبه للاداره الفنيه حصل تغييرات كثيره جدا في المدربين، وكل مدرب بيبقى ليه طريقه وليه خطه وليه شكل. بتاثر بردك على فكر اللاعبين. ثبات المدربين بيفرق مع اللعيبه بشكل كبير جدا. الجانب الاداري واضح من بدايه الموسم في حته بيع اللعيبه وعدم شراء لعيبه بقيمه اللعيبه اللي بتتباع، اثرت بردك على شكل واداء نادي الاسماعيلي. برضك حته النتائج ما ساعدتش الاسماعيلي، يعني يعني الاسماعيلي بيلعب وبيأدي في المباراه الاخيره بشكل كبير جدا لكن ما بيكسبش، ودي مأثره على الفريق. الثلاثة بونت بيفرقوا معاه، بيدوله ثقه وبينقلوه نقله طبعا كبيره جدا عن المكان اللي هو موجود عليها في الدوري. جمهور الاسماعيلي طبعا مش متاخر، يعني بيساند بشكل كبير جدا، لكن طبعا صعبان عليه، احنا كلنا صعبانين على النادي الاسماعيلي، مش جمهور الاسماعيلي بس، جمهور الاهلي والزمالك والانديه الثانيه، لان الاسماعيلي له مكانه بشكل كبير جدا عند الجماهير المصريه طبعا زي ما بنقول بالظبط. واول نادي افريقي كسب بطوله افريقيه صحيح. جلبير بالعظماء طبعا الكابتن علي بجريشه وسيد عبد الرازق واسامه خليل. لكن النهارده الاداره بدات تستوعب الاخطاء اللي هي وقعت فيها، وبدات تجيب لجنه مكونه لجنه الكوره كافه الصلاحيات للكابتن علي ابو جريشه وعماد سليمان. وانا شايف ان الكابتن علي ابو جريشه وعماد سليمان قادرين ان هم يقدروا ينقلوا النادي الاسماعيلي الفتره الجايه للمكان اللي هو يناسب النادي الاسماعيلي. ده كابتن مارين قلت بالنسبه لمشاكل النادي الاسماعيلي، طب ما هي روشته الحل تنقذهم طبعا. اكيد كابتن علي ابو جريشه وكابتن عماد سليمان لو يفكروا في الفكره دي، الفرقه دي ما انت ما عندكش تقدر تضيف لعيبه، ما فيش خلاص ترانسفير ومش هتغير لعيبه، واهدى على المدرب اللي عندك. ما بقولش ده لسه، كان قريت كده على السوشيال ميديا في كلام انه يمشي، كلام انه ممكن يستغنوا عنه. يستغنوا هيجيبوا مين؟ المهم يغير مدرب ما يغيرش مدرب، الحل الوحيد لم لعيبتك دي كلها ده وعيش، بس عايزه فلوس، عيش في معسكر دائم لمده 3 شهور شهرين، تدي اجازات بس كده بسيطه، ولم اللعيبه الاعداد البدني والنفسي والتغذيه والعلاج وكده، لم اللعيبه دي زي الجيش، لم اللعيبه زي زمان كنا. بس ده صعب يا كابتن دلوقتي، انت برضه تتكلم عن يعني ضغط وتلاحم مباريات، ازاي ادي فرصه ادي فرصه ميزانيات كمان، ما هي عايزه فلوس، لكن الفرقه دي مش هتتحل طول ما لعيب بيتمرن ويخسر ويروح او يتعادل ويروح. الجزء ده لازم يقعد ويجهز نفسي صح، او تطبيق اليوم الكامل وارد جدا يعني، انك تعمل اليوم الكامل على فترات. هو طبعا اللعيب برضه لو عنده اسره بيروح مثلا لازم يقضي يوم مع اسره او حاجه، ممكن اخليه يوم في الاسبوع يوم في الاسبوع للاسره ويرجع. لكن الافضل ليه؟ لان معظم اللعيبه يا كابتن هاني مش من الاسماعيليه. طب انت بيجي لك من بره واليوم الكامل، هضطر اللعيب ده هيسافر بالليل ففي خطوره عليه، ويجي لك الصبح بدري في طريق، يبقى انا يعني بعالج وضرر. بفكر يعني حضرتك شايف ان مجموعه اللعيبه ديت قادره بالمستوى اللي ادوه امام نادي الاهلي ونادي الزمالك كمان، يعني قادرين ان هم بيخرجوا من الاسماعيلي من الناحيه الفنيه، ايه اللي بقى اللي يتعمل مع اللعيبه دي عشان نطلع هذه الطاقات؟ يعني يقفلوا عليهم زي ما يقفلوا عليهم، يحسسوهم انه في حاجه مش حاسين غير دلوقتي اللعيبه. ليه؟ لان اللعيب بعد المباراه لو القاهره وهو من القاهره بيروح بيته،
ويجي تاني يوم خلاص اتفكت، مش هيشعر باللي هو فيه دلوقتي، شاعر انه في المركز اللي قبل الاخير، وشاعر ان عنده كارثه، وشاعر انه اول مره الاسماعيلي يبقى كده في الترتيب. لابد ازاي مش شاعر يا كابتن فتحي؟ لابد لو هو شاعر لابد ان يكون هناك تضحيه، ولابد قرارات جريئه، بس عايزه فلوس، انك تعمل معسكر في اي مكان ما بقولش، ويوم واحد بس اللعيبه دي بتروح للبيت تشوف اهلهم وكده، وفي تليفون وقاعدين. كرة القدم عايزة التفرغ، اللعبة دي ما فيش فيها لعبة متفرغة، والسفر الرايح جاي برضو صعب، واللعبة دي وراها أشغال تانية، كل ده يتلغي، هيبقى تركيز اللعبة دي. أنا نادي الإسماعيلي مش نادي صغير، ده نادي كبير واسمه كبير، وده ضلع يعني، دايما يقول لك إيه؟ برازيل برازيل مصر، برازيل الكرة اللي هي فريق الإسماعيلية، هم لو عملوا هذه الفكرة ويجربوها. طب هما لما جربوا معسكر في العين السخنة قبل ماتش الزمالك، كان أداء الزمالك شكله إيه؟ كنا كويس. طب النتيجة من إيه؟ النتيجة إن اللعيبة ملمومة، اللعيبة ما كانتش بتخرج، اللعيبة ما بتسوقش عربيات، اللعيبة قاعدة مستريحة، لأن كل ده إجهاد على اللعيبة، سوقت اللعيبة تروح القاهرة، واللي جاي من الشرقية، واللي جاي مش عارف منين، لو كل اللعيبة دي من الإسماعيلية خلاص اليوم الكامل، هم مش من الإسماعيلية كلهم. وعندهم فرصة كابتن فتحي في التوقف ده، إن هم ممكن يعملوا الكلام ده، يعني المعسكر في فترة التوقف ده مهم قوي، لأن في فرق، يعني إحنا عندنا الإنتاج الحربي برضك بيمر بنفس الظروف. صحيح. فكشري لما تولى طلب من مجلس إدارة الإنتاج إنه يعمل معسكر لمدة 10 أيام الفترة اللي جاية دي، عشان يقدر يلم الشمل، وتعمل لائحة بالظبط، وتعمل لائحة فيها مكافآت على الثلاثة بونت اللي جايين، على البونت يعني. حصل على فكرة، النادي الإسماعيلي كمان أرصد بعض المكافآت للمباريات اللي جاية، مش ده الحافز، لكن نوع من أنواع الحوافز، بجانب عملية الكابتن فتحي اتكلم عليها، إن يكون في تركيز شوية من خلال إن التواجد بفترات كبيرة جدا مع بعض كلاعيبة، ويعيشوا جو أسرة نادي الإسماعيلي اللي لازم يحسوا ان بيلعبوا في نادي طبعًا. كبير، والنادي الاسماعيلي خلي بالك كابتن كمان الدور الثاني اصعب، الدور الثاني طبعًا. بيبقى اصعب كنت يعني. عزيز نتمنى طبعا التوفيق لو عملوا يعني. هذه الفكره ودمجوا اللعيبه، لان هؤلاء اللاعبين ليسوا من ابناء الاسماعيليه كلهم، وبالتالي انت بتجيبي من هنا ومن هنا ومن هنا، وبيجي بعربيه والسواقه، وشايفه المرور في مصر شكله ايه، والضغط والزحمه، ويقف ويجي ويجي لك على التمرين تعبان ومجهد، الجهاز العصبي تعب، يبقى التركيز بيقل، التركيز بتاعه هيقل، فهيقل في يوم المباراه، خلص المباراه عايز يروح بقى يروح بيته. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاسماعيلي، لان من الانديه الغاليه علينا جدا، وان شاء الله انا متاكد ان شاء الله باذن الله يعني نادي الاسماعيلي ان شاء الله هيخرج من هذه الكبوه، وباذن الله بجماهيره اولا، بقياداته الكابتن علي بوجريشه والكابتن عماد سليمان، وكمان بلاعيبته ان شاء الله، كل التوفيق مش الاسماعيلي بس، كل الانديه المصريه باذن ونادي الله، ونادي الانتاج الحربي كمان، والانتاج الحربي كل الانديه ان شاء الله بالتوفيق ليها، واولا النادي الاهلي. حتى صعب قوي كابتن فتحي، شكرا جزيلا، شاكرين جدا، شكرا كابتن فتحي، شكرا كابتن ماهر، نورتونا. دي طبعا كانت نهايه فقرتنا، وإن شاء الله وحلقتنا، وإن شاء الله نشوفكم بكرة بإذن الله من 10 لـ1 في البيت الكبير.